كده يا غالي. ايه يا عم الحاج ده؟ صباح يا عم الحاج. عايز ملوخيه بطشه تسلم ايدي يا عم الحاج. ايوه. ايه اللي معادك كده؟ ايه ده؟ ايه اللي معادك هنا؟ انا ايه اللي معادني هنا؟ اه قاعد. يعني ايه فيه ايه؟ قاعد ازاي يعني؟ مين اللي قال لك اقعد هنا يعني؟ انا جيت قعدت فيه ايه؟ جيت كده منك نفسك قعدت؟ ايوه جيت قعدت فيه ايه؟ قعدت ايه يعني؟ انا قعدت زي ما انت شايف، كنست الحته وضبطها وفرشت الارضيه ومرت بتعمل ملوخيه. اتفضل. مين اللي قال لك يعني اقعد؟ مين اللي قال لك اقعد هنا؟ استاذنت مين يا عم الحاج اشتغل؟ مين اللي قال لك اقعد هنا؟ استاذن مين فين؟ استاذنت مين عشان تيجي ليه يعني؟ ليه يعني حضرتك استاذن مين؟ يعني انت تيجي تفرش فيها حته كده، تفرش تحت الشباك كده وتقعد؟ ها افرش؟ ما انا فرشت قبل كده في حته وطردونا. طردوك يعني؟ طردوك عشان خدمة انت فرشت قدامهم؟ طردوك تيجي عندنا احنا؟ عندكم فين؟ قدام شقتنا. شقتكم دي فين؟ اهي. هي دي شقتكم؟ اه شقتنا. طيب ده احنا كده جيران. جيران ايه يعني؟ الجيران فوق، الجيران قصاد مننا، تبقى دي اسمها جيران. في صحبات شقه تستاذن منهم اللي بتقعد عيلتك ديت؟ حضرتك لاقي الشقه مقفوله عادي جدا. مقفوله ازاي؟ انا جايب الشغل ما نقفلها يعني. عشان مقفوله تيجي تسمكر قدامها وتقعد وخلاص؟ يا عم الحكايه مش كده خالص، انتوا فاهمين غلط. انا بقول لكم بالاخر كلمتين. اخر ايه واللي انت عامله دي؟ وبتخرط ملوخيه وانت عامل لي ايه؟ والبلكونه ايه ده اللي انت عامله ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا عم اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ ما انت عاملها مطبخ. ما انت عاملها لي مطبخ. مطبخ ايه ده؟ انا عمال اتكلم معاك بالذوق ومفيش فايده. وقول رايك كبير وهيفهم. انت راجل عبيط ولا ايه؟ انت ليه بتعمل ايه؟ بتعمل كده ليه؟ بعمل شقتي اللي انت ماشي قدامها دي وعاملين لي بلكونه مطبخ. النهارده 15/9 ماشي، هقعد ل 30/9. 15 يوم نصطبح بيك كل يوم كده في وجع القلب ده؟ لا حضرتك فهمت غلط. لغايه فهمني انت الصح. لغايه 30/9/2005. 2005؟ انت راجل، انت فرستني، انت هتموتني على البطيء. انتوا عينيكوا فاهمه وبتتوه الموضوع. يا عم احنا عايزين نخلص الموضوع الازرق. انت تلم انا مش عايز اعمل حاجه تزعل مني فيها. دلوقتي العيال نايمين، ما اقدرش اجوهم دلوقتي. اقومهم لك انا يعني؟ لا يبقى هتزعجهم يقوموا مخضوضين. لا مش هقوم مخضوضين يا عم، على خاطر انا خلاص فاضل ربع واحد وخلاص. بص هتشتغل انت رجوله رجوله. يا عم الرجوله سبتها ليك. وانا محترمك. وانا مش عايز احترمك. انت راجل بارد بقى، اتخلقتني. تعالى يا بشر. عايزك يا بنتي. بشرى. الحمد لله على السلامة. بنتي. يا مرحب. قال لك بتجوزش ابنك وتختار له؟ أيوه. اختار لبنتك. اه يعني ايه يعني؟ نفهم ايه يعني من كلامك ده يعني؟ انت ابن بلد وفاه. يعني انا مش ابن بلد. يعني قصدك انك تناسبنا يعني؟ وايه اللي يجري؟ انا بشتري للدين. احنا ما بنناسبش حد غريب يا عم، اهالينا بصعيده بمعنى صح ويموتونا لو عملنا الحركة بتاعتك دي. ما احنا مش صعيد. يا عم مش عايزين نعرفك انت يا عم. ما نعرفكش. احنا بس هنشم ريحة الطشة اللي بتاعتك. يا عم انا لا عايز اشم ريحة طشة ولا ريحة بتنجان. احنا بناكل كشري، بطلنا اكل الملوخية سيبالي. طيب دوق الكشري من يد صباح. يا صدق يا عم. صباح ايه يا عم؟ دوق الكشري من صباح. احنا مالنا امال صباح؟ تعمل لنا كشري النهاردة؟ تعمل ايه يا عم؟ انت هتقعدوا النهاردة؟ عايزين شوية كزبرة. انت هتلم حاجاتكم دلوقتي. عايز ايه؟ حب الكزبرة نشفيه. كزبرة سودا على دماغي. الكزبرة ايه اللي بتتكلمي عليها انت دي؟ بتشتم الست ليه يا عم؟ الست ايه دي يا عم؟ ده عربية كشري. انا هعمل دروة هنا كده. ايوه وقف الحته دي خالص. أيوة. ونداروا علينا احنا ونجيب قراجوز بقى ونشغله من فوق البلكونه. انا شعرفتني دلوقتي ان الشقه دي بتاعتكم. وانا عرفتها ليه يا شقه؟ هتمشي؟ اعمل ايه؟ هتمشي من قدام الشقه يعني؟ افكر. تفكر ايه؟ هو انت بتفكر في ايه؟ انت كده كده هتمشي. لو انت قلت لي ان الشقه دي بتاعتك واثبتت لي كده انا هتصرف. حاضر. انا يعني اثبت لك ان الشقه دي بتاعتنا يعني؟ ايوه انا وهتمشي. ايوه همشي. لو ما مشيتش من هنا انت عارف هعمل بص هطلع لك كل ده في الشارع. خلاص اتفقنا. اتفضل. طلعت للشقه شقتنا؟ هو انت عشان دخلت جواها تبقى بتاعتك؟ ايوه. مدام امل معايا؟ ايوه. حضرتك ليكي بنت اسمها يارا؟ تقولني من احلاها نومه كده. الو. ايوه. بقول لحضرتك مدام امل معايا؟ ايوه مدام امل معاك. ليكي بنت اسمها يارا؟ انا مستغرباك بتقومني من النوم عشان تسالني على بنتي. على بنتي بقول لحضرتك ليكي بنت اسمها يارا؟ ايوه ليا بنت اسمها. انت عايز ايه يعني؟ انا مش عايز حاجه. البنت عماله بتعيط هنا ومش عارفه هي فين وبسالها. انت خطفتها؟ ما خطفتش حاجه يا ستي. امال ايه؟ البنت اهي معاك اهي، خدي كلميها. ايوه انت طالب فديه؟ في ايه؟ انا عايز افهم في ايه. بص حضرتك يا ست تعالي خدي بنتك. انت عرفتيني بقى. اوعى. اوعى ايه؟ اوعى الكلام ده. كلام ايه يا ست؟ بقول لك تعالي خدي بنتك. لما اقول لك اوعى توعى طواني. انت انت ام انت؟ ايوه طبعا ام. مش باين عليك ام. ام ايه؟
انا عشان تبقى فاهم، في محل بيديكير ومانيكير وكوافير بيعمل لي شعري، عشان عندي بالليل جلابيه بارتي. جلابيه بارتي؟ انت 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 عندك دم؟ نعم. انت امه عندك احساس؟ اوعى اوعى. ايه تاني يا ست؟ هو بقول لك بنت تاني تقول لي بتعملي بديكير؟ ايوه. ومانيكير؟ انت راحه فرح. بعد اذن حضرتك، انا اسمي سامسون، انت اسمك ايه؟ انا اسمي صلاح. اهلا يا سولش. سولش؟ سولش ده دلع اسم صلاح حضرتك عادي. يا ست انا مش عايزك تدلعيني، انا بقول لك تعالي خدي بنتك. بص حضرتك، تنهارك ازرق بان عليه. لسانك يخاطب لساني ولا لسانك يخاطب لساني؟ يا ست انا مش عايز اكلمك ولا اعرفك ولا عايز اشوفك، انا بقول لك تعالي خدي بنتك، اسيبها لك عند اي حد. وهقفل في وشك اهو. دي قفلت السكه في وشي. كلمها تاني والنبي يا عم، والنبي يا عم. يا ست طيب اكلمها. طب اوعي. طيب يا ما انت هتعرف. استنى اما اشوف مين ده. الو، السلام عليكم. على فكره. على فكره ايه بقى؟ انا بكلمك يا سولش عشان اعتذر لك. والنبي في عرضك الله يخليكي بقى لحسن، انا خلاص فاض بيا بقى وما اعرفش انا ممكن اعمل ايه دلوقتي. هتيجي تاخد البنت ولا سيبها لك في الشارع؟ نفس ده اذا كانت بنتك يعني من اساسه. نفس اسلوب طريقه جوزي الله يرحمه. ده الله الله يرحمه، ده ربنا رحمه فعلا والله. يا بنتي سيبي الجاكيت بقى. انت مش انت يا سيدي، انت عارفه انا لو شفت وشك هضربك بالجزمه. هضرب مين؟ هضربك انت بالجزمه. يعني انت لو شفت وشك ايوه هضربك بالجزمه. تضربني بالجزمه ازاي؟ يعني تضربني ازاي بالجزمه؟ ماما ماما حبيبه ماما تعال. هو في ايه؟ تضرب مين؟ تضرب مين؟ في ايه؟ تضرب مين بالجزمه؟ تضرب مين بالجزمه؟ مش هضرب حد، مش هضرب حد. انت بترجع ورايح جاي رايح جاي. هو عشان انت غلطان غلطت فيا. انت غلطت فيا دلوقتي؟ انا غلطت فيك. فيك؟ اه. انت مش انا، انت مش راجل. انا بكلم واحدة ست في التليفون. مين؟ بكلم مدام امل في التليفون. مدام مين؟ مدام امل. فين دي؟ الو. ايوه. هو في ايه؟ في ايه في ايه؟ مش عارف. عايز تعرف في ايه؟ اه. امسك يا بابا ثانية واحدة، خليك معايا. ممكن حضرتك تمسك دي؟ ماسكها كويس؟ ايوه يا فندم. خليك ماسكها كويس. في ايه؟ ما تخافش حضرتك، ما تخافش. اهدى اهدى اهدى. انا هادي. اهدى اهدى، انت انسان كويس. تعال تعال تعال، مفيش حاجة مفيش حاجة. هقلعلك بقى ايه الماسكة عشان تعرف كل حاجة. استاذ ابراهيم. يا رب. الله يا رب. كنت هكمل لك بس عشان تشوف. الله العظيم. عمو عمو انا تايهه يا عمو. في ايه يا ماما؟ بنروح بنروح. في ايه يا ماما؟ انا تايهه يا عمو. مالك يا حبيبي؟ انا تايهه. فين ماما؟ معرفش معرفش. طب فين بابا؟ طب بس اهدي بس اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي اهدي يا ماما اهدي. سيب البنطلون، سيب البنطلون يا ماما، سيب البنطلون يا ماما. هتدلعوني. انا معايا نمرة التليفون ماما. هكلمها حبيبي. سيب البنطلون بس يا ماما، سيب البنطلون بس. طب سيب البنطلون اهدي، هكلمها انا هطلبها اهي. اهدي يا ماما. حاضر اهدي يا حبيبي. انت اهدي ابوس دماغي اهو. بس اهدي يا ماما، سيب بس البنطلون. ايوه اهدي. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سيبي يا بنتي البنطلون. ايوه يا فندم. معايا المدام ماما. اسمها ايه؟ امل. معايا المدام امل. ايوه انا مدام امل. انت عرفت نمرة تليفوني منين حضرتك؟ ده حضرتك بنت حضرتك انا لقيتها هنا في مول وتايهه. بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر، هنا في مول في مدينه نصر. بنت حضرتي انا؟ ايوه. تايهه فين؟ في مدينه نصر. انت مش بنتك، انت اسمك ايه؟ يارا. مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه اسمها يارا. ايوه يا فندم، هي تايهه حضرتك وانا لقيتها. وانت حضرتك في السنتر؟ وديها مقصوفة الرقبة هناك. يا فندم دي حضرتك مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه يارا. يا بنتي سيب البنطلون. اسيب بنطلون ايه؟ يا ست مش انتي. امال ايه؟ لا اله الا الله. مش انتي. مش فاهمة. انا بقول لحضرتك بنتي حضرتك تايهة في سنتر في مدينة نصر. ايوه بس هي ايه اللي وداها هناك؟ انا مش عرفني ايه اللي فين وداها هناك. لا ما انا لازم افهم مقصوفة الرقبة دي. لا
لو انا جيت هاخدها من شعرها. يا ستي تعالي خديها من شعرها، خديها من رجلها، الله يسترها معاكي. خلاصي، انا بكلمك من تليفوني. انا كارت. انت مين؟ انا كارت. كارت ايه؟ انا كارت. انت ايه يا ستي؟ بقول لك كارت في ايه؟ بقول لك انا كارت. ما انا مش سامعه انت ايه بتقول. ايه بقول لحضرتك؟ انا كارت. انا كارت بقول لحضرتك بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر. انت متاكده يا بنت ان دي من تليفون امك؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. بص حضرتك، بسيط طريقتك التربويه دي مش حديثه. تربويه ايه وبتاع ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه وانا لقيتها، ده جزاتي. انت عايز ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه، بس ايه ده اللي انا عايزه؟ وتيجي تاخدي بنتك؟ ما بحبش الاسلوب التربوي اللي مش حديث. يا ستي تحبي ايه وما تحبيش ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه. انت ليك طريقه في التربيه مش عاجباني، بنختلف مع بعض. بنختلف مع مين واحنا بكلمك عن بنتي؟ في ايه؟ عارف حضرتك وانت بتكلمني في الاول انا حسيت ان انا بكلم رشدي اباظه. رشدي في ايه يا مدام؟ رشدي اباظه ايه وبتاع ايه؟ طب ارهنك ان مكان شعرك اسمر زبيبه نازل على وجهك. شعر ايه وزبيبه ايه؟ انا اقرع. خلصيني بقى، الله يسترها معاكي. انت ايه حضرتك؟ انا اقرع. انت عارف ساعه ده انت بني ادمه بارده بارده. هو في ام كده؟ انا ما شفتش في حياتي ام كده. ده انا بقول لك شبه رشدي اباظه. رشدي برضه هتقولي شبه رشدي اباظه تاني؟ وحاسه انك فعلا كمال اجسامه. كمال اجسامه بتاع ايه؟ يا ست انا تخين وفشل. انت تخين وفين؟ تيه وفشل. طريقتك التربويه دي مش عجباني. طريقه ايه وبتاع ايه؟ اتكلمت ايه انت؟ انت في ايه؟ انت تعرف حاجه عن التربيه خالص؟ حرام عليك، فين الامومه؟ فين الامومه؟ بص بص ايه؟ لا لساني خاطب لسانك. لا اله الا الله. ولا لسانك يخاطب لساني. وانا هقفل اهو. يا ست انت ايه ده؟ يا بنت انت متاكده ان دي امك؟ اه ايه؟ اه بس هي عصبية شوية. عصبية دي مش ام خالص. يا بنت ده ايه ده؟ كلمها تاني والنبي يا عم. اكلم ايه تاني؟ ما انا كلمتها حرام عليكم، ده كارت وهيضيع. كلمها تاني والنبي يا عم. سيب البنطلون، سيب البنطلون بس. يا بنت سيب البنطلون الله يسيئك. لا اله الا الله. يا بنت سيب البنطلون هتوقعيه. الو؟ نعم. يا ست هانم. يا مدام. نعم. يا ست ام يارا. انت تاني؟ انت متأكدة يا بنتي ان دي امك؟ ايوه. ايه مش باين؟ والله ما هو باين. يا مدام يا رحت فين يا مدام؟ يعني ما اعرفش اريح شويه. تريح يا ونيله انت هتنطيني؟ عيب. هي امك مالها يا بنتي؟ في ايه هي امك دي؟ عيب. عيب ايه وبتاع ايه؟ بقول لحضرتك كل بنت. حاجه ليها حدود. ده انت اتعديتي كل الحدود. وبعدين طريقتك التربويه دي مش عجباني. يخرب بيت التربويه والنيله. يا ست هاني اعملي معروف، انا بقول لحضرتك انا بنتك تعباني وتايهه البنت. طريقتك التربويه دي مش عجباني. طريقه ايه اللي تربويه؟ طريقتك انت يا حبيبه ماما. ماما مامي ايه؟ ايه ده ماما اسمها ايه؟ انا الو الو ايوه مدام امل. انت علقتيني من احلاها نومه. مين؟ بتصل بيك عشان معايا بنتي تايهه. الله، وانا مين قالك ان انا الف معاك بعربيه ومعايا ميكروفون واقول بنتي تايهه يا ولاد الحلال؟ لا انت ما تلفيش سيادتك، بس انا بقول لك ان انا معايا بنتي تايهه واديتني النمره بتاعت سيادتك وبتقول دي نمره ماما. نمرتي انا؟ ايوه. ازاي يا ست؟ انا مش فاضي ورايا شغل. انت هتيجي تاخدي بنتك ولا لا؟ ولا انت هتخنقني توترني؟ انت اللي خنقتيني. انا زعلانه منك يا ناصر. لا اله الا الله. يا ست ما تزعليش، بس تعالي خلصيني. بص يا نصوره. اوه بص يا نصوره. ايوه يا ست. ما بحبش الاسلوب ده يا نصوره خالص. يا ست خلصيني بقول لك، عشان انا مش فاضي، انا ورايا اشغال. لازم يبقى في رقه في التعامل. في رقه؟ اه. رقه ايه بس؟ انا عايز وانا اعرفك منين عشان اتعامل معاك برقه؟ يعني لما تبقى بتكلم انسه لطيفه لازم تبقى انسه. امال البنت اللي قدام مني دي يعني؟ اوعى برضه تقولي لي اوعى اوعى اوعى. انت حكايه اوعى معاك ديت. بص بقى، لما اقول لك عايز افهم يعني توعى. لما اقول لك توعى توعى اوعى. يا حبيبه ماما يا ماما. يا حبيبه ماما. يا حبيبتي ماما. ماما مين يا حبيبتي؟ هي دي امك يا بنتي يا غاليه. هي دي امك؟ دي فلسة كبدي. انت متاكده ان دي مو امك؟ امك يا رجاله خلصت ولا ايه؟ انا عايز افهم.
ولا الحريم راحت فين؟ انت بتتكلم كده ليه يا ولد؟ ثانية بتكلم ايه بس؟ انا عايز افهم. ايه دي امك؟ انا انا؟ تحت امر. صباح الخير. ايوه حمد تحت امر. يا صباح الاشراقة الطيبة. صباح الخير. يا صباح السعادة. ربنا يخليك. صباح الخير. يا صباح النماء والمحبة. ربنا يخليك. صباح الخير. ربنا يخليكم. انا امور. اسمي وديدة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. يدلعوني بدودة. اهلا وسهلا. كنت انا صغيرة اقول دودة دودة دودة. عشت الاسام. انا صغيرة بقى. عشت الاسام. اتشرف بيكي. تهاني. مين؟ تهاني. هاني. تهاني. مش سامعك. تهاني. تهاني. عشت انا تاخذونيش ودني الشمال دي فيها تحلب. ايه؟ فيها ايه؟ فيها تحلب. تحلب. طب ده جالك منين التحلب ده؟ والله دم خفيف. ولا مؤاخذة لو بصيت كده حضرتك انت نازلة كويس؟ فين؟ بص هناك كده في محل الأخضر كده. ابو تندى اللي هناك ده؟ ابو تندى. ده بيبيع حلويات. حضرتك بيبيع بسبوسة وكنافة، أنا بحب البسبوسة أوي. عاوزة قد إيه؟ عايزة نص بسبوسة بالقشطة. بسبوسة بالقشطة؟ بحبها أوي. طيب أيوة متشكرة أوي. وخليكي بقى معايا. ماشي. نتسلى مع بعض. أنا بقالي سنين ما نزلتش الشارع. ربنا يديك الصحة. أجري الدم في رجلي لأن أنا عندي عظمي عامل زي الحلاوة الطحنية. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليكي. أنا أول مرة أقف في الشارع. بسم الله عليك. ربنا يديك الصحة. الحمد لله. الحمد لله. لا ده أنا كنت فين وبقيت فين؟ ربنا يديك الصحة. اتفضل. أيوه. عندي الباقي أهو. أيوه. وادي البسبوسه اهي بالهنا والشفا. فك يا محمد. طب ما وحياه عينيك لا تفك. طب ديها وتخش ترتاحي. لا 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 مش مخنوقه من جوه. يلا ادي حته. انا اصلا مش هقدر اكل منها لان انا عامل دايت. عامل مين؟ عامل دايت. عامله ليه؟ علشان انزل شويه عشان انا زياده كده عاوز انزل شويه. عامله فين يعني؟ عامله عند الدكتور. طب وسايبه ليه حضرتك هناك؟ لا ده هو مش واحد انا سايبه، ده هو نظام انا بتبعه علشان انزل شويه. وحياه عينيكي تعدمين بعد الشر عليك. تعدميني. اديله حته في بقه. انت اللي تفرغي بقه. يوكليه. يلا حماده. وبقه دي وبعمل رجيم بقى بعدين. انا برضو حته صغيره كده بالقشطه. ايه ده؟ يا نهار ابني ابني شافنا. شافنا احنا بنعمل ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. ايوه هم الجماعه. يا حسن يا ماما. يا رامز. في ايه؟ يا رامز. يعني عجبكم اللي عملتوه ده؟ اللي عملناه. في ايه؟ مالك يا حاج؟ الف سلامه. مالك؟ هي طلبت مننا بسبوسه بالقشطه. قلنا لها في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ اوعي اوعي ايه؟ هتكذبي يا تهاني؟ وتكذب ليه كمان؟ هتكذبيها كمان؟ وانت يا محمد؟ ايه انا ايه؟ مش انت اللي جايبها بايدك ليه؟ ايوه انا اللي جايبها. مش انت اللي قلت لي هاتها؟ انتوا جبتوها لي ليه؟ مش انت اللي طلبتيها؟ انا طلبت ايه؟ طلبت ده؟ وحياتي ليك انا طلبتها؟ ايوه طلبتيها. هو انا هنغني؟ ولما انت عارف ان الدكتور منعك عنها على البسبوسه ام قشطه بتطلبيها ليه؟ اوعى اوعى اوعى. باختصار حضرتك دلوقتي احنا بنحبك وبنحترمك. يا ست تحبيني عليا وتحترميني؟ احنا مالنا منك حاجه؟ انت تعرفيني؟ تهاني انت مش عاوزه تاكل بسبوسه ام قشطه؟ تهاني ايه وخرج بقى بيتك وبات اليوم اللي شفتك فيه. انا مش عارفه تهاني بتنفعل عليا ليه؟ بتنفعل عليا ايه؟ عارف ان الدكتور منعها من البسبوسه ام قشطه، هتلاقي قفص وحطها فيه طالما بتخرج وتسيبها. قفص ايه؟ معلش محدش هيعمل لكم حاجه الا باذني. يا سلام. ورانش ولا 10 ثاني. رامز رامز مالكش دعوه بيها. تيتا مش عارفه انام قلقتوني. يا حبيب تيتا. هي توتي. تيتا حبيبي. تيتا حبيبي قلبي. حبيبي قلبي. تيتا حبيب. انت هدادة صباح. هدادة هدادة صباح. هدادة صباح. مش عارف انام. تعالي خدي جوه وكلفتيه بقى. خليه ينام. وجوز العقول ده بتربيهم للعيد الكبير ان شاء الله؟ مين دولا؟ ولما انت عندك ناس جوه اهو وعندك ناس بتقولي في الاول ليه انت مش فاضيه؟ تقرفي وما عندكيش حد ومش قادره تنزلي وتكذبي علينا ليه؟ انا ما اقدرش اهين اهل بيتي. وتهينينا احنا؟ احنا خدامين عندك؟ انت لما عندك جوز فاهم اللي جوه دول؟ ما توهنا ليه وما نقعدش انا معاهم ليه؟ قرفتينا في عشتنا. مش قادر حضرتك. تعدم. مش قادر حضرتك. اصل انا لسه هتغدى فادي هتسد نفسي. لا لا صغيرة. مش قادر حضرتك. من ايد معلش عشان خاطر. من ايد دود عشان خاطر. خد يا ابني.
انت زي ابني. ربنا يخليك. الف هنا وشفا. ربنا يخليك يا جميل. ايه ده؟ يا نهار. في ايه؟ فؤاد. في ايه؟ فؤاد شافنا. فؤاد ابني. فؤاد. ايه ده؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه؟ اه بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. معلش يا فؤاد، هو جابها لي وقرش عليا، قال لي لازم تاكلي. جبت لك ايه حضرتك؟ انا معدي وحضرتك اللي قلت لي هات لي بسبوسه. عشان ما باكلش الحاجات دي. طب انا اعرف منين ان انت ما في ايه حضرتك؟ عاجبك اللي عملته ده؟ انا اعرف منين حضرتك؟ الحاجه الوحيده اللي ممنوع تاكلها هتجيبها لنا؟ انا ما اعرفش، هو في سم؟ ما البسبوسه بتتباع في المحل عادي. بسبوسه بالقشطه؟ بالقشطه اه حضرتك، هو القشطه دي سم؟ ولا يهمك من فؤاد ولا يهمك من رامش، لان انا اللي هقول لهم يعملوا اللي يعملوه. انا لو حضرتك انا عملت حاجه؟ انا اللي اقول. انا عملت حاجه حضرتك؟ انت بتجيب لي بسبوسه بالقشطه ليه؟ حضرتك اللي قلت لي. قلت لك امتى؟ وانا معدي حضرتك ندهت عليا قلت لي هات لي بسبوسه بالقشطه. دلوقتي انت بتفتري عليا يعني؟ بفتري عليكي ليه يا ست؟ ايه المشكله؟ ما انا لك مش عارف ماما بتقول ايه. بس 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 انت الصغير. استاذ انا معدي والحاجه ندهت عليا. ندهت عليك ازاي؟ قالت لي بس يا كابتن. يا لا ما قلتلوش يا كابتن. بس ما قلتلوش بس، انت بتكذب. يا كابتن. ايه؟ لا عملت ما اعرفش اعملها انا دي حضرتك. طيب خلاص مش مهم. فقلت لها حاضر يا فندم عايزه ايه؟ قالت لي عايزه نص كيلو بسبوسه بالقشطه. جبت لي ايه بتقول؟ بسبوسه. بتقول جبت ايه؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بسبوسه. انت يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبيت وبيت عروسه. انت يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبيت وبيت عروسه. كابتن كابتن. نعم كابتن. يا ماما. بعد إذن حضرتك وبعد إذن حضرتك معلش أنا هعطلكوا ثواني. اتفضلي اتفضلي. أنا اسمي وديدة. اسم حضرتك إيه؟ منال. منال. ها؟ منال. معلش يا حبيبتي عشان ودني شوية فيها تحلب. تحلب؟ وحضرتك؟ أنا أحمد. مين؟ أحمد. مين؟ أحمد. عايزة حضرتك ولا مؤاخذة هاني فيها تعالى هتجيب لي نص بسبوسه بالقشطه لو تاخرها. لا عادي مفيش مشكله. آه. طب خليك يا منى. طب ما تاخرش. طب انا هنزل اقعد معاكي بقى. طب خليك عشان انت تعبانه. لا اتسلى معاكي تحت بدل ما انا واقفه كده طول النهار ما بنزلش خالص من البيت. اول مره بيجي 5 سنين اقف كده في الشارع فرحانه. فرحانة اني واقفة كده. من 5 سنين ما نزلتيش الشارع؟ ما نزلتش خالص. انا يا يجي الراجل مكبساتي يكبسني، يا تيجي الست بتاعتي المرهم تقعد تدهن لي جسمي وتكلفت وانام. بابا جه اهو. ايه؟ بابا جه. بسبوسة بالقشطة. الله يخليك. وادي الباقي 35 قرش. فكي لي العلبة دي. ايوه. بسبوسة بالقشطة؟ عشان الله الله حلوه. شوفي شوفي يا منال. نعم. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه حلوه جميله. تعدمني ان ما اكلتش حته. خد دي كده بالقشطه. فين القشطه؟ اهي خدي خدي. ايوه خدي. انا اديني بقى حته كده بالقشطه. الله يا لهوي يا لهوي. ايه في ايه؟ فؤاد فؤاد ابني ورامز صاحبه شافونا. بسبوسه بالقشطه؟ ايوه بسبوسه بالقشطه. ايه في ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه يا ماما؟ هو اللي جابها صح يا منال؟ انت اللي قلت لي هات بسبوسه بالقشطه. في ايه يعني؟ عملنا ايه احنا؟ انت عملت ايه؟ ايه عملنا؟ مش هي اللي قالت هات لي بسبوسه بالقشطه؟ هي انا قلت لك. ايوه انت اللي قلت هات بسبوسه بالقشطه. حضرتك ليه بتكذب؟ انا ما بكذبش. هكذب ليه يعني؟ طب حط عينك في عيني كده. ما حط عيني في عينك. في ايه؟ اوعى. اوعى ايه؟ لما اقول لك اوعى توعى. ليه يعني اوعى ليه؟ بعدين بقى. وبعدين في الليله المهببه دي كل كلمه بتقول. انا عملت لك ايه؟ انت قلت لي هات بسبوسه. عامل لك ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه. اه انت قلت هاتي بسبوسه بالقشطه. يعني احنا غلطانين مثلا اللي جبنا لك بسبوسه بالقشطه؟ يا عم استنى بس. بقى مش اول مره يجيب لي بسبوسه بالقشطه بقى. نعم نعم نعم. انت هتخرفي ولا ايه؟ بقول لك كده عشان تبقى عارف. اقول لك ايه؟ ان شاء الله. نعم. يعني انا هنعمل لها ايه يعني؟ قول لي يعني هنعمل لها ايه؟ استنى بس استنى اوعى. ايه اوعى دي يعني؟ انت هتخرج معانا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ لا استنى استنى يا بيه استنى يا بيه استنى يا بيه. انت مالك منفعل ليه كده؟ ايه منفعل ليه؟
هنعمل لك ايه؟ انت قلت هات بسبوسه بالقشطه، ادي بسبوسه بالقشطه، يعني احنا كسبنا؟ يعني بتعترف؟ منال ما هي اللي قالت ومداني فلوس. منال نعم نعم. وحياة عينيكي نعم. مش بابا هو اللي راح جاب بسبوسه يا ستي؟ ما هو جاب، مش انت اللي قلتي له هات. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يعني في ايه؟ خليك شاهد على اللي بيعمله. شاهد على ايه؟ شاهد على ايه؟ ايوه انا شاهد على اللي بتعمله. شاهد، انا شاهد على اللي بتعمله. بصي بس، بصي بس، بصي بس، هتصور غير ما تحس. ارسل حضرتك وانا هحوقك. بسم الله هركنها لك ركنة حلوة، هركنها لك ركنة كويسة. خلي بالك من العربية. علينا الاتنين يا باشا، انت تؤمر يا باشا. خد يا ريس. انت طلعتلي منين؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت فيك ايه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. يا جماعه والله ما عملت له حاجه، والله العظيم ما جيت جنبه. يا شيخ اتقي الله، بتحلف بالله العظيم. والله ما جيت جنبه، ده اكيد السايس هو اللي عمل كده. عندكم دم بقى؟ هو كل من عنده عربيه يعمل في الناس كده؟ الناس ايه حضرتك بس؟ وعملت ايه؟ شفتيني بعمل حاجه؟ السايس هو اللي خد العربيه وعمل كده. اسمه ايه حضرتك؟ ما اعرفش اسمه حضرتك السايس، وانا اسال السايس اسمك ايه؟ ايه ده في ايه يا عم؟ ايه اللي فيه ايه؟ ايه ده؟ انا شايفك من فوق السطح فوق وانا واقف. شايف ايه بس؟ شايفك وانت جاي ارعن ومسرع ومتهور وبدون اكتراس، ورحت داخل في الواد جايبه على الارض. انت شفتني انا وانا بجيب الواد على الارض؟ شايفك بعينيا التنتين دول. والله بوظها، تفزز لك عينيك الاتنين دول. تبوظ ايه؟ بتكون ايه؟ مش انت اللي عامل كده؟ والله ما انا يا عم، ده السايس الله يخرب بيته. انت بتقول سايس؟ ايوه السايس هو اللي خد مني المفاتيح. امال انا شايفك ازاي وانت بتخبطه؟ والله العظيم ثلاثة ما خبطته ولا جيت جنبه. انت كده هتاخد ثلاث سنين. يا عم ثلاث سنين ايه؟ ابوس ايدك. دول بيمروا هوا. هوا ايه بس؟ بس انت تقول ان انت عملت العمل. يا عم ننقذ الراجل، وهو شاف اللي خبطه اكيد، وهو يقول يا واد تعبان كده. مين يا ابني اللي خبطك؟ قول لهم ابو سيدك مين اللي خبطك؟ ده انا اللي خبطتك؟ حرام عليك يا اخي. هنساله تاني. اساله اساله الله يبارك لك. مين يا واد اللي خبطك؟ ده انا. ثانية واحدة، ابو نضارة ده نسيبك يا مين اللي خبطك يا واد؟ ده 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 مين اللي خبطك يا واحد؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ تعال لي هنا. خير ان شاء الله. تعال حضرتك. جيت لك في ايه؟ انا واقف على السطح. انا مين انت الاول؟ انا عبد ودود. مين عبد ودود؟ شايفك فوق وانا ماسك التسكوب بتاع ابن اخوي. يا سلام، لكن جاي ارعن واهون. يا سلام، ورحت خابط الواد. يا سلام كده؟ ايوه شفت الميكروسكوب وقفت يا ابني بقى وجايب العربيه وكده يعني. يعني انا حرجتك يعني؟ ليه؟ انا حرجتك ليه؟ طب وما شفتش الميكروسكوب ليه؟ السايس اللي كان سايق. استنى ما تقش. الله، انت بتعمل معاه ايه دلوقتي؟ بنرفع رجله مش مرفوعه، بننزل رجله مش نازله. الله، انا عايز اعرف مين اللي خبطه. بتقول انا السايس خصما عظما السايس دلوقتي يا بيه؟ مفيش حد هنا، خلي بالك، بيقول الحقيقه. خلي بالك الاول، انت نزلت اديت الراجل المفتاح. الله يفتح عليك. السايس ركب العربيه. الله يفتح عليك. تمام. بعد ما ركب العربيه ساد برعونه. ده السايس. السايس مش انا الحمد. قول لهم بقى. طيب بكمل. طيب. وراح ضارب الواد وقعه كده. كويس كويس. الكلام ده يخش مخ مين؟ يخش مخ مين؟ اه دي مش مشكلتي. يخش مخ مين؟ انا راجل بيني وبين ربنا ما خبطتوش، اقسم بالله ما خبطته. بقول لك ايه يا ابني؟ عايز اقول لك احللك الموضوع يا سيدي. ابص حل. ده جالي ساعه بقول لك والواد عمال يجد. حلولي. طب حلولي. هحلولي. طب اهدى بس عشان الدنيا حر واحنا عرقنا احنا التنتين. انا شايف لك وشك. الله يرضى. بص يا سيدي. اتفضل يا سيدي. الموضوع باختصار. اتفضل. ده عايز قعده عرب. وانا معاك. معايا في قعده عرب. وايدك دي لايدك دي هنعملوها دلوقتي. اوكي. تشرب ايه؟ شاي. شاي 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 قهوه. وانت تشرب المقلب ده. قوم يا عبد الله. اهو. طح في العطر.
انت يا عم بنت انت يا حيوان. طب اطمن عليه بقى. اطمن عليها شوف يا ستي اطمن عليه وانا خبطته وانا معاكي. هو يوم اساسا بيه من اول. لا ايه ده؟ اطمن عليه. ايه اللي افترى ده؟ افترى ايه؟ ايه افترى ايه؟ انا مش عارف انا في ايه. في ايه يا مسمسيه؟ انت اللي فيه ايه يعني؟ يعني انا دلوك بص بالعماره من فوق عليك. ولقيت ايه؟ وانت جاي مسرع ومتهور وارعن. ايوه والله العظيم ابدا. والله لا جاي مسرع ولا غيره. انا جاي بالعربيه وماشي بالراحه على مهلي خالص. لا انت والله العظيم مسرع. لا 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 لا, لا. ده كذاب. يعني لا مش كذاب, بيقول الحقيقه. ايه الحقيقه؟ جيت عايز اركن العربيه هنا, هو تلاقيه السايس بتاع المنطقه بيقول لي انزل. سايس ولابس لبس سايس وماسك ال في هنا سايس يا جماعه. مفيش سايس. انا مش واخد بالي يا عم والله العظيم. يعني انا ما جيت يم ولا خبطت. انا رايي واحد ان مفيش سايس, احنا شفناه. امال مين اللي خد مننا يعني؟ انت حابب تقول كده؟ ايوه انا اللي بقول كده. عايز اقول لك كلمه, الحدايه ما تسجدش كتاكيت. حديت ايه وقت ايه حدايه؟ احنا في اللي احنا فيه ده يا عم. الله يخليك. انا والله ما خبطت. ما تتكلمش خالص. ما انا مش فاهم بتقول ايه. والله ما خبطته. انا كل الحكايه ان انا ركنت العربيه, قلت لك اديتها للسايس, قال لي همسحها واغسلها واعملها, سبتها طلعت لسه على السلم سمعت خط, رحت راجع تاني لقيت دوت مرمي على الارض. اسمه ايه السايس ده؟ ما اعرفش. انا اسمه, انا اعرف اسمه بتاع ايه. طب نشوف النصيب بتاع يعني. الواد مالك يا واد؟ يا قلب امك. امه جت. يا قلب امك يا ابني. امه جت. أنا مش أم. يا ستي بس في ايه؟ انا مش أم. أم. علي مفيش حاجه. امال انت مين؟ تعبان عليا مش أم. يا كمان يعني هي الحكايه ناقصاكي؟ يعني جايه لامه وجايه برضه تتحكمي فينا؟ خلاص بس انا قلبها حن على الواد. قلبها حن ايه وزفتها؟ هي ناقصاها الحكايه. انا انت بتزعجيلها ليه يا حاج؟ هي مش بتزعق. معلش ست صعب عليها. انا حقك. استناني انت. استناني انت بقى. انت بتزعق ليه في الست؟ ايه اللي بزعق ليه؟ هي الحكايه ناقصاها. يا قلب امه مش قلب امه. انت كلمها بس بالراحه. انت خليك معايا. انا معلش. انا بقول لك انا معلش. انا حقك على راسي. انا من فوق نفهمه. انا غلطان لك بس انا والله اقسم لك بالله العظيم انا اللي خبطه. الراجل ده يا ده المصيبه يا عم. طيب نطمن عليه. انا عايز اعرف حاجه. كل شويه تقعدوا تلمسوه. طب الراجل كده هيموت مننا. لا حضرتك دلوك بلا شك. كل شويه هو بيتألم تعبان. طب احنا نشيله يعني؟ كام واحد واقف؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه لو كل واحد. يعني انا عايز واحد بس يشيله معايا في العربيه وخلاص. وبعدين تمشي بالعربيه وكده. يا سيدي تعالى معايا اركب معايا عشان تطمن. اطمن على ايه؟ اركب معايا تطمن لغايه انا هوديه المستشفى. هو مش هسيبه. انا فاكر اني زعلان منك لان كلامك مش كويس. ايه اللي كلام مش كويس؟ يعني انت عمال تتهمنا بحاجات احنا ما عملناهاش. هو انت كلام مش كويس. انا مش ده اللي هممني. اللي هممني انك زعقت للوليه. زعق الوليه ليه؟ يا سيدي احنا نتاسف للوليه وحقها. احنا نبص يعني راس الوليه بس نشوف الراجل ده. ممكن حضرتك تشيل معايا؟ بقول لحضرتك ايه, محدش يقدر يمد ايده الا بامر انا عبودود. يا عم انا اسف. مين عبودود اللي انت عمال عبودود؟ مين انت يعني؟ مين انا؟ ايوه مين انت؟ ما انتش عارفه وانت جاي. لا مش عارفه مين انت بقى. عرفني مين. يا سيدي انا خلاص. انا يعني انا زهقت. انا عايز اخلص من الحوار ده كله. ممكن تشيله معايا واروح بيه المستشفى ولا لا؟ والله ممل. بتمد يدك عليا يا عم. مش بتمد ايديها. انت خلص. هتشيل معايا ولا مش هتشيل؟ بتمد يدك عليا يا سيدي. كلمني انا. هتعمل ايه يعني؟ خلاص بقى انت. انا زهقت. مين اللي ضربك يا واد انت؟ انت ده يا عم. انا ايه بس لا يعني يا عم راجل وبرده بتقول ده. ابعد عنه بس. هو بيستلم ده ولا ايه؟ انت بتفتروا عليه. مين اللي ضربك يا واد ده؟ انا اللي ضربتك برده. مين اللي ضربك يا واد ده؟ مين اللي ضربك يا واد ده؟ مين اللي ضربك يا واد ده؟ مين اللي ضربك يا واد؟ مين اللي ضربك يا واد؟ كابتن هات لنا التورتايه. تعالى بصي التورتايه اهي زي الحليب وعليها كمان اللي انت بتحبيه كله. بس انا عايزه اصحاب كده. بتموتيني بالكلام ده. كابتن يا كابتن انا بكلمك انت. اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. امورك؟ اهلا بيك يا ست الكل. اهلا ست الكل. اهلا بيك. انا اسمي وديده.
اهلا وسهلا عشان اسامي ست الكل. واسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي زينب. هو الاستاذ اسمه ايه بقى؟ ماهر. بعد اذن حضرتك اتفضلي. البنت عايزه تحتفل بعيد ميلادها، هل ممكن يا حاج يعني نبقى مع بعض كده في حضن بعض؟ احنا تحت امرك. الله يخليك. نجيلك؟ لا احنا هنجيلك. اهلا وسهلا. هنجيلك دلوقتي. شيل التورتايه دي وهات التراتير دي عندي. الناس الطيبين دول. اهلا وسهلا. مين ده؟ بابا ماهر. ودي مين؟ ماما زينب. التراتير اهي يعني عشان نفرح بقى مع بعض. البس التراتور معلش والبس انت التراتور. انا عايز المترات كلهم يجوا. يلا حالا بالا بالا انا والفاصل. تعالي بقى عشان عايزاكي. يلا بقى نقول ايه؟ هابي بيرثدي تو يو. يلا اوف. ليرو ليه راح فين؟ ها؟ يا اختي راحت فين؟ مش عارفه كانت لسه هنا. ده باين عليها مجنونه اليوم ليه؟ كل سنه وانا طيبه يا فندم. وليه اختبت؟ رحت فين؟ نفس ملح وداد. كل سنة ورانيا طيبة حضرتك. رانيا مين؟ نعم فندم؟ رانيا مين؟ رانيا بنت حضرتك؟ ده آخر بنت عندي لسه مجوزاها بقالها ثلاث أيام، وأدي لسه حنتها في إيديا. حنت إيه يا فندم؟ حنت بنتي، ما عنديش بنات صغيرة. جدتها استعطفتنا وقالت اجي احتفل بعيد الميلاد معاكوا، واحنا قلنا لها اتفضلي. ده هي حضرتك اللي خرجت قالت ده ابني اللي جوه. لا 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 قالت على حضرتك كده. ده انا امي بقالي سبع سنين ما شفتهاش. امك ايه حضرتك؟ امي في المنوفيه بقالها سبع سنين ما شفتهاش. سبع سنين ما تشوفش مامتك؟ ما شفتهاش. طب ليه حضرتك ما بتروحش تشوفها؟ اه بقى نصيبي كده يا فندم. 350 ما تزعقش حساب المكان. ما تزعقش معلش انا اسف. صوتي طبيعته خشن. وانا صوتي اعلى من صوتك. حضرتك مش غنيتي هنا والفساد؟ غنينا. احنا كنا بنكبر خاطر البنت المسكينه اللي ملهاش ام واب موجودين. غنيتوا ابو الفساد؟ غنينا ابو الفساد. ولبست طرطور حضرتك؟ ولبست طرطور. ولبست حضرتك طرطور؟ انت هتربزنا طرطور ب 850 جنيه؟ طراطيرك اهي. طراطير ازاي يعني؟ اهي شايف طراطيرك اللي لبسناها. عاوز حاجة تاني؟ حضرتك دي مش تراتيري اولا. امال دي تراتير مين؟ دي تراتير الست الوالدة. ده كده امون والدة بقى. بقول لك والدتي بقى لي سبع سنين ما شفتهاش. 850 جنيه يا عم الحاج. مش في حضرتك دلوقتي مكانة حجز؟ مش في زينب؟ مين اللي حجزه عند سيادتك؟ مش مامتك حضرتك لما جت؟ انا ماليش ماما، ماما في البلد. انت يرضيك حضرتك تاكل سفلقة؟ الله وليه الغلط؟ انا كلت السفلقة واللي عندك اعمله. اطلب لي البوليس. اطلب يا فندم. اطلب يا بوليس. ده محل حضرتك محترم يا عم. انا مش محترم. لا انت محترم. انا مش محترم. انت شكلك راجل يا عم. انت من قدام السعادي. الله ليه بتغلط حضرتك؟ انا خدت اتنين برتقال ولا اتنين كازوزه بكام دول؟ الله حضرتك ولا يا عم عشان خاطر النبي قول لي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خلاص اقول لك ايه؟ لا ما تجيش ده يا نف. قول لي نفسك يا ابن ده. خلاص 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 خلاص. انت راجل غبي. خلاص انا غبي. ايه ده؟ مش حقك عليا. خلاص يا عم. 800 جنيه ايه ده؟ قول نعم. عندي 850 كلهم. مش عايز اي حاجه. انا جاي من الاول. ما هو من الاول ايه بس؟ ده في ايه اللي حصل؟ اقعد. لا 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 ابعد. الشر في عينيا وانا عينيا يا مؤاخذه يا بنت شايفه كده مقلوبه على بعضها. بص انت طبيعي من عند ربنا. انا مش عاملها كده من عند ربنا. ابعد بعيد عني عشان خاطري. ودي لما تبقى عامله كده يبقى ايه يعني حضرتك؟ يبقى فيها شر. حرام مستعجل بقى المحل ده. انت مش قلت خلاص مش عاوز مننا حاجه؟ عايز ايه تاني؟ بدغدغه وندفع حق. عايز اقول لك على حاجه فعلا مضايقاني. اتفضل. ازاي ما تزورش مامتك سبع سنين؟ انت مال؟ ازاي ده كلام يا حاجة؟ انت الوقت يا سيدي انت هتشاركني. انت هتشاركني في ايه حضرتك؟ يا عم انت عارف مننا ايه؟ نعم. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اسمه ايه؟ مننا ايه؟ طهرك ده ليله سودا. خلاص انت عايزين مننا ايه؟ انا هدغدغلك المحل. خلاص خلاص يا حاجة. في ايه؟ دي ليله غبره. انت مالك ومال امي ومال ابوك؟ مالك انت ومال امي ومال عيلتك؟ انت وكلني يابا. خلاص يا عم. ايه في ايه؟ روحنا من عندك. خلاص يا عم. يا جميل. يلا بقى اوف.
كل سنه وانت طيبين والناس بتعيد ميلاد رمضان. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الحساب 850 جنيه حضرتك. 850 جنيه بتوع ايه حضرتك؟ مش فاهم قصدك ايه. يعني ايه 850 جنيه واحنا كل اللي خدناه اتنين شاي يعني؟ ما 850 جنيه حضرتك بوضوح شديد وببساطه الاكل اللي نزل والحاجات اللي نزلت والتورتايه. اولا الحساب مش 850 جنيه. لا 850 يا فندم، في 850 صوته. ايجار المكان حضرتك. ايجار المكان 350، بقيه المكان مصروفات. ربع ساعه المكان. احنا تحت امرك يا فندم. ايجار المكان ايه حضرتك؟ حضرتك مش انت ريهام؟ اصل مفيش فرق في الفلوس. يا ابني يا باشمهندس كلمنا. مش انت ريهام حضرتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي ريهام ايه يا عم؟ تلعب معاك في الشارع ريهام دي؟ قلت لها بنتك مين؟ قالت لي ريهام. ايوه بعدين. بس خلاص ماشي، ولا عمرنا شفناها اصلا يعني. هي عرفت الاسم كده، سالتنا اسمك ايه. طب حضراتكم غنيتوا يا عم؟ غنينا ورقصنا احتفلنا بالبنت الصغيره. ايوه وبعدين يعني؟ وبعدين مش فاهم يعني. حضرتك متصور وحاطط طراطيف فوق دماغك. اه يا عم حطينا طراطيف يا عم. انت قلت ايه مثلا؟ فرافير احنا ولا ايه يعني؟ مش فاهم. ومستدخل نفسك كده. مش انا يا فندم تحت امرك. تعلي صوتك يعني. وانا خدامك يا فندم. ما تردش عليه اصلا. انا خدامك حضرتك. ما تردش عليه. ريهام ما تغلطيش فيا يا ابني. ريهام ايه يا ابني؟ كلمني انا زي ما بكلمك كده. لبست طراطير حضرتك؟ لبست طراطير ولا لا؟ يا دي الطراطير بس اللي لبسناها. حطيت طراطير على دماغك. مش هدفع 850 جنيه ولبست طراطير يعني؟ لبست ادي ام الطراطير اهي يعني. الله الله. طب في ايه حضرتك؟ ايوه اعمل ايه يعني؟ لبست اعمل ايه يعني؟ مش هدفع 850 جنيه. طب ايه اللي لبسك طراطير؟ بص يا ريهام، كلمني يا باشمهندس. انا مش مال عينك يا فندم. معلش انا مش مال عينك. بتنغص من تحت لتحت. لو سمحت اقعد. ايه لو سمحت؟ هي بتنغص مش تحت. لا حضرتك ده اسلوب فيه خبص وانا ما بحبش الخبص. خبيث يا باشمهندس. انت احترم نفسك. احترم نفسي ازاي؟ ايوه احترم نفسك. انا عملت ايه غلط؟ تشتمها قدامي؟ لا حضرتك مش شتمتهاش. امال ايه خبص ومش خبص؟ اللي هو شغل الابر ده. انا هريحك حضرتك. اقعد حضرتك وانا هحكي لك كل حاجه بنفسي. الست دي من على الكرسي اللي كانت قاعده عليه هناك هيت لك جملة واحدة. لو سمحت يا ابني ممكن نحتفل بعيد ميلاد رانيا؟ بصي ماما نهلة وبصي بابا عفتاح سكر وصوراتي اهو كمان هيصوركم في التراتير. هابي بيرثدي تو يو. امال الست والبنت اللي كانوا هنا راحوا فين؟ راحوا فين؟ لا مش هم اللي هناك دول. فرصة جميلة وعيد ميلاد طيب. وانت طيب؟ طيب حبيبتك شيك. ايه ده؟ لا ده مش بتاعي. لا حضرتك ترابيزتك. ترابيزة شايف ده مكتوب كام؟ ايوه 850. مظبوط يا فندم. انا واخد اتنين فراولة. الزينة وحجز المكان والطرط والسيرفيس. زينة ايه؟ زينة عيد الميلاد. ميلاد ايه؟ عيد ميلاد البنت. عيد الميلاد ده اساسا مش بتاعنا. انا مش بألف ولا بقى. انا اللي انا اديتك الاوضه. حضرتك اللي ساعه فتاح. ايوه يا سيدي الاستاذ زفت. الست الكبيره قالت لي ابني عبد الفتاح هيدفع الحساب. هي قالت لك؟ نفترض ان انت سالك. ماشي انا اديتك اوضه. انت لبست طرطور وهو اللي مش طرطور. انت غنيتي ايه؟ طب طرطور ايه؟ طرطور ايه ابو 850 جنيه؟ في ايه يا ست؟ ما تخليناش اغلط فيك. انت تغلطي فيا ليه؟ ايوه عشان انت بني ادم مش محترم. من الاخر كده احنا هنا شربنا زفت استغفر الله العظيم اتنين فراوله مش هديك اكتر منهم التبس بتاعك. طيب وثقت فيك التبس كمان. عيد ميلاد بنتك حضرتك ويا بنتي تاني. وده اللي حصل. وانت شايف سني ده يجيب دي؟ شايف سني ده يجيب دي؟ انا مش عرفني حضرتك. مش عارف اخدك مستشفى اكشف عليك. انا مالي انا؟ وانت ما عندكش بتاع. هتتهزق. انت عقلك يعني؟ بعد اذن حضرتك اتفضل. خلي المدام ما تكلمنيش. طب استني دي واحده. لا اكلمه اكلمه اضربه بالجزمه. قالت لا لبس. تضربي مين؟ بس خلاص مش عايزين. خلاص بقى مش عايزين كده. انت هتجيبه كده لبسته لك في وشك اللي انت بتقول عليها دي. بس مش عايزين بقى ده. لا اقعدي اقعدي مش عايزين حضرتك كده. بس اقعدي. مش عيب عشان انت قليل ادب. وده مش اسلوب تعامل. وحضرتك طب وريني طب وريني حضرتك. طب اشوف بقول لك ايه؟ 50 جنيه حضرتك اللي انت عايز تعمله اعمله. مش حضرتك لما غنيت غنيت ابو الفساد ولا لا؟ غنينا ابو الفساد. حضرتك وشلت البنت وبصدق بالمناسبه انت تشبه ابو الفساد. متشكر جدا. القرف اللي انت فيه ده.
ايوه قرف وزفت كمان اللي بتعمله حضرتك. بتشتميني ليه حضرتك؟ عشان انت متخلف وابو الفصاد فعلا يا اخي. انا بتقول ابو الفصاد؟ ايوه ابو الفصاد. انت غلطتك ان انت قلت يلا حيا بلن بلن حيا ابو الفصاد. ايه ده؟ ايه ده؟ عيد ميلاد الليله اسعد العالم حيا ابو الفصاد. ايه ده؟ يلا ايه في ايه يا مداه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ ايه هو اللي بيحصل ده؟ ايه ده بوتجاز؟ انت مين يا ابني؟ مالك مستغرب ليه؟ مالك مستغرب على ايه؟ ايه ده وقفص فراخ؟ في ايه حد تكلم داجك ايه؟ مضايقني؟ انت مين؟ انا عبد الودود. عبد الودود مين؟ ما اعرفش حد اسمه عبد الودود. انا ما شفتكش قبل كده، جاي هنا ليه؟ انا رجليا هي اللي جابت. انت مطبقيه؟ ايوه مطبقيه وتوم وفرشين قاعدين. في ايه؟ مطبقيه؟ ايوه مطبقيه. ايه ده؟ ايه ده؟ مالك إيه حضرتك؟ مالك؟ ايه ها؟ ايه يا حضرتك بتكسر الحاجة ليه؟ اني جايلك تقعد هنا؟ نعم؟ بتقولي ايه مش بقول سامي؟ ايه في ايه؟ انت مجنون ولا اهبل ولا فيك ايه؟ احنا عملنا ايه غلط حضرتك؟ عملت ايه في ايه؟ ومين دي؟ ومين دول؟ دي المدام ودول ولادي حضرتك. انت تاخد حاجتك وتمشي من هنا. انت فاهم؟ انت هتضربي ولا ايه؟ امشي من هنا حضرتك. قوم. لا ما تقومش العيال حرام نايمين. يعني ايه عيال حرام؟ نايمين يا حضرتك. رفعت. يا حبايبي يا رفعت. يا ست انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا ما تحتكش بيه. استنى بس هفهم حضرتك. ده ايه ده يا رفعت؟ ما تحتكش بيه لو سمحت يا ستي. وتوم يا ست خليك معايا انا كلمني انا اهو. بترمي التوم الوليه دي مره. انت يا ماما بتعملي ايه؟ ما تمدش ايدك على الست. عيب وانت خليك فيه احترام يا بني ادم. وانت عامل ايه؟ استنى يا رفعت. بص هي في كلمه واحده عايز اقولها. الاستك يبقى بلاستيك. استك يا راجل عبيط. انت تقول لي استك وبلاستيك؟ انا بكلمك إيه؟ بقول لك كلمه علشان نحل الموضوع. ايه استك ده بقى؟ افهم استك ايه؟ بتقولي ايه حضرتك؟ ما تقوم يا وليه يا فشل. يا راجل رد عليا انا. كلمني انا هنا. مفيش دعوه ببارتي حضرتك. انا بكلمك دلوقتي. اتكلم ماشي. عايز تحل الموضوع؟ ايوه نحل الموضوع. مش عايزين حضرتك عشان ما يقلش ادبك. حل الموضوع. وانت عينيك واعيه وفاهم. ايوه ثبتني بقى عينيك واعيه. مفيش تثبيت. ماشي مفيش حاجه من الكلام اللي بقوله. بقول لك كلمتين تنتين. قول الكلمتين. الاستك يبقى بلاستيك. استك طبعا. استك ايه؟ ما انا بسالك. قول لي استك. انا ما انا ساعتك. انت بتستعبط. بلاش ده يا بيه. انا هكلم جوزي في الموبايل هيقطع. الضفاير تتضفر تاني. جاك ضفره في دماغك. يعني في جار يتعمل فيه كده. انا هقطع ادم. هو كل واحد يقعد هنا بقى جار. انت بتستعبط. هخنق لك عيالك دي. تعمل ايه؟ هخنقهم لك زي العرسه كده. ايه ده؟ مش عارف. مش حاجه. الافتراء ده يا عم. الافتراء ده حضرتك ممكن استاذنكم ده عماله بتعمل في ملغي. انت ولاد ده عبيطه تروخرا ليه؟ مالك تعمل لك بيها بقى؟ بدي تسيب حد ده عايشه في الدره ولا بتعمله ملوخيه؟ ادي يا ست. طب ممكن سلكه بقى؟ ادي يا ست. ممكن سلكه. سيب القرف ده. انا عاوز ابقى عليك تستنى لو سمحت. نعم. يا نهار اسود على ناس البارده. لا استنى حضرتك خلاص دي غلبانه بتثبت تتكلم بطيبه. معلقه سمنه. طب قول لي. طب هدي تخش على جوه. انزل سيبني انزل ما تمنعنيش. طب ادوني الفرصه حضرتك. شكلهم صويا. شكلهم صويا. ما لكيش دعوه. ايه اللي بتاكلني؟ اديني فرصة حضرتك. اديني فرصة. هي بتعمل كده ليه؟ منى انت بتستعبط. منى مش اسمها منى. انا مش محترم. انت مالك؟ انت ما تحترم نفسك. انا لا منى لا زفت. انت مال؟ ما انت قلت لها منى قدامك. وانت مالك؟ هو اخويا. قول لي عايز. طيب ما انا بقول لك يا منى وما قلتش حاجه وحشه. انت جايب البرود ده منين؟ انا عايز افهم يعني البرود ده معجون ازاي ده؟ ولا انت في ايه؟ انا مش عايزك كل شويه تخبط فيا. ما انت راجل مش محترم. انا مش محترم؟ ايوه مش محترم. انا هنزل لك يا منى. فيلو بتزعق. يا راجل بقى خليها تهزقك. هو الاستيك يبقى بلاستيك حضرتك؟ تاني هتقول لي استيك؟ تاني هتقول لي استيك ولا انت مجنون؟ انت لا فاهم دي ولا دي. وانا بشويش يا منى. استنى بقول لك ايه. بقول لك ايه. امشي من هنا حضرتك. امشي من حضرتك. ما فيش دعوه بيا. امشي. انا ابراهيم نصر. انا ابراهيم نصر يا حاجه. يا منى. منى منى. انا ابراهيم نصر يا منى. ابراهيم نصر عجنت صباح. انا ابراهيم نصر يا منى. انا ابراهيم نصر يا منى. يعني يا منى.
استعب له ده؟ في ايه يا مدام؟ مدام ايه وزفت ايه؟ انا عارف ان انت عامل مالك حضرتك؟ انا عارف ان انت عامل لو الزباله اللي انت انا عامل ايه؟ ايه يا عم يا عامل كيس وده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى ايه اللي عامله ده؟ ايه ده الحاجه اللي انت حضرتها دي؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وايه التوت ده غلا انت؟ ايه ده؟ سيب الحاجه ايه اللي انت عامله ده؟ استنى جاي انت مين؟ انا عبو ودود. عبو ودود مين وزفت مين؟ عبو ودود حضرتك قلت لك عبو ودود. عبو ودود مين؟ والناس بتقعد هنا ايه الحاجات دي كلها؟ استنى استنى بتصحي الولاد ليه؟ يلا يا بك بتصحي الولاد ليه؟ يلا يا ستيف انت يلا الحاجه دي انتهى انت مجنون ولا جاي تصحي ولا ايه؟ يلا يلا من هنا. ايه ده ايه ده؟ دلوقتي انت يا سعاد انا زعلان منك. امال اقول لك ايه؟ اخرس يا راجل اخرس ايه؟ اخرس استني لا يا سعاد زعلان منك. زعلان مني؟ عشان تقولي لي عشان تقولي لي انت ما تقدرش تقعد هنا معانا سنه. ما تتكلمش مع سعاد يعني عشان ما تتكلمش مع سعاد بتقولي ما تقعدش سنه. اقول لك ايه ده انا بجيب دارك يا راجل. ليه هتقعد هنا تعمل ايه؟ ابني شقه واقعد بقى. ابني فين؟ هنا قدامي. طيب عندي حل يا بيه. انت والغلام دي هقول لك على حل. هنعمل دروه كده. اه دروه هنا قدام الباب كده. غلام بقى ان شاء الله ولا ايه؟ لا نعمل دروه كده. دروه يلا يا باي. في يلا. ايه انت مجنون؟ يلا عايز يعني اضرب إيه؟ اضربك يعني عايز ايه بالظبط؟ تضربني؟ اضربك. اتفضل يا بيه. اضربك يعني احنا خدامين. اضربك تضربيني يا ست. خلاص انت مش عارف مش عيب مش عيب أفلام. مش عيب أضربك. مش عيب حضرتك اضربك بقى تعمل كده يلا امشي تعمل كده يلا غور في ده عيب ولا مش عيب؟ لا مش عيب يلا شكرين خلاص يلا شكرين بقول لك يلا ايه يلا يا ست ما تجربش المرض يلا يا ست ما تجرب لها يلا يلا عشان ما بوصلكش الدنيا ما تجربش المرض يلا يلا بقول لك بقول لك عزال يلا عزال ايه يا زفت الطين انت في ايه زهقتنا انا بقول لك انا بجد جارك حضرتك حول الله انا جارك جاري ازاي يعني مش الحيط في الحيط اهو ايه الحيط في الحيط يعني مين اللي دجل حينك تكوني هنا الحيط في الحيط ايه انا قعدت جنبيك وبقيت ايه ايه ليه قعدت جنبيك انت مجنون هعمل دروه كده حوالين البلكونه لغايه فوق يا عم عايز ايه هتقفل علينا يا عم عايز ايه يا عم هعمل دروه يا عم دروة عايز دروه تعمل دروه ايه اعمل دروه كده سد الهوا علينا يعني يا مجنون انت اسد ايه يا هبل اسد انا الهوا طب بلاش بلاش خلاص اقعد انتوا بره في الهوا وانا اقعد جوه عايز انا بره وتقعد انت جوه هو احنا طايقينك بره لما نخش جوه بيت ابن المجنون يا ست اعمل ايه طيب انت بان عليك راجل مهفوح انا عايز اريح انا عايز اريح ريحك ربنا يا اخي دخول في داهيه خدك ربنا سعاد انت عايز ايه سعاد في عينك يا سعاد عايز ايه عايز يا سعاد عايز خلاص ما تقعدش يا سعاد استنى استنى مش انت اسمك سعاد لا انا اسمي الزفت يلا يا ست انت مش هتقوم الا باذن امشي يا حاج بص يا بيه مش هتقوم بص مش عايز تفتح دماغك ابعد عني بس اتكلم وانت بعيد يا بيه انت بس خشف فيك مش جنبي خالص انت بس خشف فيك اضربني يا بيه ما تجيش جنبي يعني انت كبله يا بيه في ايه بس عايز ايه تاني ثانيه واحده عايز ايه مرحبا اخويا عايز ايه اهلا اهلا ايه ده يا صالح ايه ده ايه ده صالح اخوي سلم على جاره صالح وزفت ايه صالح ايه وزفت ايه انت كمان ابعد سلم يا بنت على ايه ده دي جاره ايه ده ايه يا متخلف انت هم جايين يقعدوا معايا ياخدوا شهر العسل يدوا فين شهر العسل هنا يدوا فين هنا 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 فين في الحته دي في الحته دي ايوه جنب هنا شويه شمال هنا وتقعدوا تقضوا الصيف بتاعكم يلا يا بابا يلا بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما يا غالي ايه يا عم الحاج يا صباح يا عم الحاج عايز ملوخيه بطشه تسلم ايدي يا عم الحاج ايوه اللي معادك كده ايه ده اللي معادك هنا انا ايه اللي معادني هنا اه قاعد يعني ايه فيه ايه قاعد ازاي يعني من اللي قاعد من اللي قال لك اقعد هنا يعني انا جيت قعدت فيه ايه جيت كده منك نفسك قعدت ايوه جيت قعدت فيه ايه قعدت ايه يعني انا قعدت زي ما انت شايف كنست الحته وضبطها وفرشت الارضيه ومرت بتعمل ملوخيه تفضل مين اللي قال لك يعني اقعد مين اللي قال لك اقعد هنا استاذنت مين عم حاجه اشطاد مين اللي قال لك اقعد هنا استاذن مين فين استاذنت مين عشان تيجي ليه يعني ليه يعني حضرتك استاذن مين يعني انت تيجي تفرش فيها حته كده تفرش تحت الشباك كده وتقعد افرش انا فرشت قبل كده في حته وطردونا طردوك يعني ادوك ما انت فرش طردوك تيجي عندنا احنا عندكم فين قدام شقتنا شقتكم دي فين ايه هي دي شقتكم اه شقتنا طيب ده احنا كده جيران جيران ايه يعني الجيران فوق الجيران قصد مننا تبقى دي اسمها جيران في صحبات شقه تستاذن منهم اللي بتقعد عليتك ديت حضرتك لاقي الشقه مقفوله عادي جدا مقفوله ازاي انا جايب الشقه ما نقفلها يعني عشان مقفوله تيجي تسمكر قدامها وتقعد وخلاص يا عم الحكايه مش كده خالص انتوا فاهمين غلط انا بقول لكم بالاخر كلمتين اخر ايه واللي انت عامله دي وبتخرط ملوخيه وانت عامل لي ايه والبلكونه ايه ده اللي انت عامله ده ايه ده ايه ده يا عم انت عامله ده ايه ده ما انت عامله مطبخ ما انت عاملها لي مطبخ مطبخ انا عمال اتكلم معاك بالذوق ومفيش فايده واقول راي كبير وهيفهم انت راجل عبيط ولا ايه انت ليه بتعمل كده ليه بعمل شقات اللي انت مالكش قدامها دي وعاملين لي البلكونه مطبخ
النهارده 15/9 ماشي، هقعد ل30/9. 15 يوم نصطبح بيك كل يوم كده في وجع القلب ده؟ لا حضرتك فهمت غلط، ده لغايه فهمني انت الصح، لغايه 30/9/2005. 2005؟ انت راجل، انت فلسطيني، انت هتموتني على البطيء. انت عينيكوا فاهمه وبتتوه الموضوع. يا عم احنا عايزين نخلص الموضوع الازرق. انا مش عايز اعمل حاجه تزعل مني فيها. دلوقتي العيال نايمين، ما اقدرش اجاوبهم دلوقتي. اقومهم لك انا يعني؟ لا، يبقى هتزعجهم يقوموا مخطوطين. لا مش هقوم مخطوطين على خاطر، انا خلاص فاضل لي ربع واحد وخلاص. بص هتشتغل انت رجوله. يا عم الرجوله سبتها لي، وانا محترمك. وانا مش عايز احترمك، انت راجل بارد بقى تخلتني. تعالى يا بشر، عايزك يا بنت بشرى. الحمد لله على السلام. بنتك يا مرحب. قال لك بتجوزها ابنك وتختار له. أيوه. اختار لبنتك. يعني ايه؟ يعني نفهم ايه يعني من كلامك ده؟ يعني انت ابن بلد وفاهم. يعني انا مش ابن بلد. يعني قصدك انك تناسبنا يعني؟ وايه اللي يجري؟ انا بشتري الجواز. احنا ما بنناسبش حد غريب يا عم، اهالينا بصعايده بمعنى صح ويموتونا لو عملنا الحركه بتاعتك دي. ما احنا مش صعيد يا عم، مش عايزين نعرفك. احنا ما نعرفكش، احنا بس هنشم ريحة الطشة اللي بتاعتك. يا عم انا لا عايز اشمش ريحة طشة ولا ريحة بتنجان. احنا بناكل كشري، بطلنا اكل الملوخية سبالي. طيب دوق الكشري من يد صباح. لا صادق يا عم، صباح يا عم. دوق الكشري صباح. احنا مالنا امال صباح؟ تعمل لنا كشري النهارده؟ تعمل ايه يا عم؟ انتوا هتقعدوا النهارده؟ عايزين شوية كزبرة. انتوا هتلم حاجاتكم دلوقتي. عايز ايه؟ حب الكزبرة نشفيه. كزبرة صودا على دماغي. الكزبرة ايه اللي بتتكلمي عليها انت دي؟ بتشتم الست ليه عيب؟ الست ايه دي يا عم؟ ده عربية كشري. انا هعمل دروة هنا كده. ايوه. واقفل الحته دي خالص. أيوة. ونداره علينا احنا ونجيب اراجوز بقى ونشغله من فوق البلكونه. انا ايش عرفتني دلوقتي ان الشقه دي بتاعتكم؟ وانا عرفتها ليه؟ انت هتمشي؟ اعمل ايه؟ هتمشي من قدام الشقه يعني؟ افكر. تفكر ايه؟ هو انت بتفكر في ايه؟ انت كده كده هتمشي. لو انت قلت لي ان الشقه دي بتاعتك واثبتت لي كده انا هتصرف. حاضر. انا يعني اثبت لك الاشياء دي بتاعتنا يعني؟ ايوه. انا وهتمشي؟ ايوه همشي. لو ما مشيتش من هنا انت عارف اعمل بص هطلع لك كل ده في الشارع. خلاص اتفقنا. اتفضل. طلعت للشقة شقتنا؟ هو انت عشان دخلت جواها تبقى بتاعتك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكوا. اهلا بيكوا. اهلا بيكوا. اهلا بيكوا. شوف حضرتك بقى حاجة بتوصل يعني. لا رمضان ده هيبقى صعب السنه الجايه باذن الله. بحضر حاجه جديده. بس انت حضرتك طلعت معايا قبل كده في كام خبر. انا عملت معاك فقره قبل كده. انا ساعه عملنا الموقف بتاع ال ده اتذاع بره، موقف العوامه و مش واحد شبهي ولا حاجه. انا عمري ما صورت تلفزيون ولا كاميرا خفيه. مش هو، بس يا ريت كان طالع معاك عشان تخلص لي طاري منه. ست مفتريه. بس بدون الستات واحد يعيش. لا طبعا الستات كلهم فوق دماغنا. طبعا فرصه سعيده يا هانم. ميرسي ميرسي لحضرتك. بتشكر جدا. انا هستاذنكم في حاجه بس، لان انا قبل كده جيت هنا وخدت حاجه من هنا لطيفه قوي، هي لحوم. وهنا كمان حضرتك في زيوت جديده في منتهى الجمال. في منتهى الجمال. يا ريت اللي هي الازازه الطويله شويه دي. طب فرصه سعيده. انا سعيده. فرصه سعيده. فرصه سعيده حضرتك. فرصه سعيده. فرصه سعيده. يا استاذ بعد اذن حضرتك معلش، يعني في تقاله مني انت عشان قلت لي انك ما طلعتش معايا، لكن انا ذاكرتي لا يمكن تخيب وقلت لحضرتك ان انت طلعت معايا بالفعل. حضرتك واقف قدامي اهو، وادي المدام ساعه ما قلت لي انا طالع سنغافوره حاجه زي كده اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ ايه دي يا استاذ ابراهيم؟ ايه؟ ايه الصوره دي؟ مين دي؟ رد عليا انا. اول مره اشوفها. ازاي؟ والله اول مره اشوفها. ازاي؟ ازاي دي مين؟ ايه دي يا استاذ ابراهيم؟ صوره حضرتك معاك واحده اهي. اكيد حد شبهي. لا شبهك ايه؟ ده مين؟ هو في ايه حضرتك؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ معرفش. انا معرفش. قشط بسناني. معرفش. ما تعرفش. هشوفها الاول. ازاي تشوفها؟ انت طايح عن نفسك. يمكن شبه. يبقى شبه وحد حضرتك. ده صح. ممكن يكون شبه. مش هو يخلق بالشبه. 40 40 44 يا واد. مش 40 ده انت ايامك سودا معايا. هو انا هوريك. فاكر انت اكيد اتجننت؟ انا اقول لكم حاجه. جن لما لخبطك تونس والجزائر وهنا وهنا. انت اتجننت يا كريم؟ ده مفيش تفاهم. ايه ده يا استاذ ابراهيم؟ ده ممكن تكون مش بتاعته فعلا. لو سمحت. مش بتاعته حضرتك. لو سمحت. معلش عشان خاطري. لو سمحت. عشان خاطري. انت عايزه من الموضوع. الموضوع عشان هتعملي بصوره ايه؟ الموضوع انا مش عارف اقول لك ايه والله. الصوره
مش عايزه اهزقك يا استاذ ابراهيم. تهزقني ليه بس؟ ثانية واحدة، ما كل راجل ليه غلطة حضرتك. يا استاذي ليه غلطة ايه؟ انت بقى غلطاته مهببة. الصورة دي بصورتك بس بعد اذنك، بعد اذنك هتقطعيها. هتقطعيها مش عايزه اهزقك. تهزقيني ليه؟ انا عملت ايه غلط؟ لو سمحت من فضلك اطلع بره. اطلع بره فين؟ بره الموضوع. هو جوز حضرتك ولا دي مين؟ ما اعرفهاش. يعني انا مش مراتك. انا مش اخته. مراتك. انا مش اخته. ده كان هي اخر يوم بيني وبينك النهارده. مراتك. يا انا انت اكيد اتجننتي. اذا ما وقفت حالك وبهدلتك شكلك فيا طوع مش هتكلم. يا مش انا. استنى بس حضرتك قول لي دي مين؟ طلاقي هكون كوم النهارده وعيش معاكم تاني. معلش الله يا كريمه. طب ايه؟ لا 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 غصبين عنينا. بص العيال يا كريم، بص العيال، خدهم العيال. طب بص الصوره دي. طب بص الصوره دي. طب شفت الصوره دي؟ لسه في صور تاني؟ لا صورتي انا معاكي. صورتي معاكي. انا معاكي. انا اهو 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 اهي. انا معاكي اهي. انا معاك ومعاها اهي اهي اهي. ده مقلق اهي اهي. واهو وانا صورتي معاك انت بس. ده حضرتك الكمبيوتر والتقدم العلمي، لما يأذي ولما يسعد. شفت بقى المقلب؟ وانتوا اثبتتوا حاجة واحدة جميلة، ان في حب كده، في جمال كده، في جمال كده. هتموتيه علشان حسيتي بانه ممكن. طبعا طبعا. عموما احنا فرصه سعيده. الله يخليك. يعني عملتها فينا. هي صدفه سعيده. على فكره يا استاذ معلش انا اسف، يعني في تقاله مني، بس انا مضطر غصب عني ان اوري حضرتك صوره ليك. صورتي حضرتك اللي انا قلت لك ان انا ذاكرتي ما تخنيش، مش انا قلت لحضرتك كده؟ ايوه. وقلت له انت طلعت معايا في كاميرا خفيه، قلت ده ولا لا؟ بس هو ما صورش مع حضرتك. يعني لا، ده كان هو وكمان دي اهي حضرتك. ايه ده حضرتك؟ بس مين اللي معايا دي؟ مين دي؟ مين دي؟ كلمني مين دي؟ بس ثواني اصبريني، انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. اصبرك ايه؟ مين دي؟ الصوره دي من جبتها منين حضرتك؟ حضرتك ثانيه واحده. ثانيه واحده. ثانيه واحده. الصوره دي حضرتك انت متصورها وقلت لي انا قدامي اسبوع واحتفل بعيد ميلاد زواجي. حضرتك ده ما حصلش. انا اول صورتها امتى دي وفين؟ كلمني انا. كلمني يا حبيبتي. اصبري قلت لك. اصبر ايه؟ كلمني. لا ايه يا استاذ ابراهيم؟ انا الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه خالص. انا لو سمحت من حضرتك انفعلت فجاه كده. دي مش اختي، دي مراتي. لا حضرتك انت كده بتخلق مشكله. صورها امتى دي؟ انا اخته. انت بتخلق مشكله كده حضرتك. انا مش عارف دي ما اعرفش عنها حاجه. بتاع منين اساسا؟ لو سمحت وريني الصوره دي. معلش حضرتك ايه؟ انا بتكلم معاه. ثواني ثواني. ايه؟ وفي ايه؟ انا عايز اعرف الصوره دي. استاذ ابراهيم ثواني حضرتك. ثواني هستاذنك بس. ثواني اتفضل يا استاذ ابراهيم. كل شيء يتحل حضرتك. لا مفيش حاجه بتتحل يا استاذ ابراهيم. ازاي يعني؟ مباح قوي يكون شبهه، واحد شبهه. شبهه ايه يا استاذ ابراهيم؟ ده جوزي وانا مش عارفه. انت مشكله كده دلوقتي. انت جبت الصوره دي منين؟ استنى هنا. ومين ده يا استاذ ابراهيم؟ يا بنت اصبري قلت لك مش هقدر. ما تعصبنيش كده يا استاذ ابراهيم. اصبري من فضلك. انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. ما تعرفش اشكال حضرتك. انت عملت اشكال دلوقتي. انا بس ده مش شفتك يا جدع. تعالى بس تعالى. اجي فين؟ اجي فين؟ تعالى بس. انت جبت الصوره دي منين؟ اهدى بس اهدى. ما تهداش يا استاذ ابراهيم من فضلك. وريني الصوره دي. ما انا مش فاهم اتكلم معاك ازاي. انت انسان مش كويس. خساره العشره دي. انت ما تغلطيش كده. ما تخليش كده يفرج الناس علينا في الشارع. يا استاذ ابراهيم سيبني. بقولك سيبني خلاص. يا عم انت جبت الصوره دي منين؟ انا ليا. لو سمحت يا استاذ ابراهيم انت عملت لي مشكله كده. ده انا جاي. لو سمحت يا استاذ ابراهيم اديني الصوره. حضرتك الصوره. عن الصوره دي حاجه غير عن يوم مهبب بنينا. انت بتعتلي منين انت؟ من فضلك هات الصوره. انت بتعتلي منين؟ هسيبكم وامشي. انا خلاص عملت لي مشكله. انت تخرب بيت دلوقتي. انت كده تخرب بيت خلاص يا بنت. انا مش عاوزاك خلاص. بص حضرتك. طب بص لصورتك دي. طب بص لدي. بص لدي حضرتك. ايه رايكم؟ ايه ده؟ اهي مش انا اهو، وانت وشجره ورانا والاستاذ اهو، وانت اهو اهي. اتفضلي. ايوه انا دي. اتفضلي اهي. ازاي؟ وخليها للذكرى حضرتك. انا استاذ ثاني يا استاذ ابراهيم. اهلا يا هانم. اهلا يا هانم. متحرمش مني. اهلا وسهلا. والله السنه دي رمضان مش عارف بقى ظروفه، لكن بعد رمضان عندي مسلسل كبير قوي. حضرتك كنت مرة وقعت في مقلب من مقلبي من 3 سنين. كنا عاملين حاجة عند جنينة الحيوانات أو حاجة كده. أنا؟ آه. ما حصلش. فين طبعا؟ روحتش. إذا أنا صورت. خالص؟ حضرتك ما صورتش؟ لا خالص. أنا أول مرة أقابلك على الحقيقة كده. يا هلا بيك. تبقى يشرف. بس أنت كده خليت ذاكرتي، يعني ذاكرتي بقول عليها قوية. طلعت أنا ماليش في الذاكرة وبايظة عني. احنا فرحانين ان احنا شفناك. الله يخليك. اول مره. دي فرصه سعيده. فرصه سعيده. فرصه سعيده. نشكرك. اشكرك. اشكرك. اشكرك يا هاني. اشكرك. اتفضلي بيه.
بس ما دام انتوا ناس بقى بتحبوني كده في حاجه عايزه اوريها لكم. تعالى انا حطيتك جبت منها من يومين اللي هي ده حاجه قبعه والرف اللي كله اللي تحته ده طبي يعني. عموما فرصه سعيده واتشرفت بيك. فرصه سعيده يا هاني. شرفنا ربنا يخليك. فرصه سعيده. السلام عليكم. ميرسي. او يا استاذ بعد اذن حضرتك معلش هعطلكوا ثواني. لا مش هعطل. احنا ساكنين قريب هنا. ساكنين فيها فعلا؟ قريب هنا. يعني هتشربوني قهوه عندكم بقى؟ تشرفنا استاذ. الله يخليك. الله يخليك. انا بس عشان حضرتك قلت لي انك ما طلعتش معايا في كاميرا خفية. لا ما طلعتش. لا عمري ما صور في التلفزيون. ولا طلعت معايا في اي حلقه؟ ولا في اي حلقه. ده انا اول مره اشوف حضرتك النهارده. ولا في حلقه عند نجار؟ ولا عند نجار ولا عند حلاق. طيب انا شايف ان صوره حضرتك اهي ساعه ما قلت لي انا بحتفل بعيد زواج التاني. ايه ده؟ اول مره اشوف الصوره دي. ادي مين دي؟ اول مره. اول مره ايه؟ اول مره اشوف الصوره دي. دي واقفه وعامله كده وعامله ايه ده؟ يعني دي قبليه ولا امتى ولا فين دي؟ اه دي المدام. انا اسف. خلاص حصل خير. اسف. لا حصل خير. حصل ايه؟ حصل خير. حصل خير. لا إز امتى دي صورت دي امتى؟ لا خلاص صورتش انا خالص. الست دي تعرفها منين اصلا؟ اهدي كده. لا ما اهداش. اهدي قوي. اتنيل ايه؟ اول مره اشوف الصوره دي. يعني يتريس ويفهم كده. مين اللي يتريس ويتنيل قوي يتزفت؟ انت بتتكلم ايه يا استاذ ابراهيم؟ الصوره دي انت جايبها منين؟ بلا ابراهيم بلا عمر. بعد اذنك. بعد اذنك ما يوصلش. ما توطي صوتك شويه. لا 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 بعد اذنك. انت عامل فضايح. صوتك انت عملت لي فضايح. الصوره كمان صوره. ما تشيل تليفونات وزفتي ونانا وزفته وعبيد. ايه القرف ده؟ ايه يا خرب بيتنا كده؟ ما يتخرب. انا ايه تفاهم بالتريس والعقل؟ ما فيش عقل. ده ما فيهوش عقل. ده راجل قليل العقل اصلا. طب ايه دي ونتكلم في البيت؟ تليفونات واسمع من السماعه الثانيه وكلام كتير والوقت صوت وصوره. طب لما اتكلم موضوع نانا نانا ايه يا استاذ؟ افهم موضوع نانا يا استاذ ابراهيم. نانا ايه؟ الله يخرب بيتك. على بيت نانا. شكلك انت على بيت اليوم اللي شفتكم فيه كلكم. شفتني انا كمان؟ انا ذنبي يا استاذ ابراهيم. دخلت خربت بيتي بالصوره دي. انا مش خرب بيتي. انا ما اعرفش حاجه عن الصوره دي. بالصوره. طب بالراحه. طب بالراحه. طب بالراحه. طيب ثانيه. انما دلوقتي مش هخاف من زين. بلا عيال بلا زفت. مش عايزه الصوره دي. مش عايزه اشوف عيال في الشارع. طب شفت الصوره دي؟ مش عايزه اشوف فيها صور. انا وانت اهو. انا وانت. طب شوفي صورة تانية اوريكي. ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايه ده؟ عشان تعرفي انه مظلوم. شفتي؟ بس ايه حكاية إيه نانا دي؟ إيه انا ما اعرفش حاجة عنه. بص حضرتك تاني الحاجات دي يا استاذ ابراهيم. ده الكمبيوتر حضرتك. اخد صورتك حضرتك والكمبيوتر يلعب زي ما هو عايز ويضيف لك اللي عايز يضيفه زي ما ضاف لحضرتك صورتي. شفت بقى؟ شفت بقى انا بحبك ازاي؟ عندنا حضرتك كباب. عندنا فراخ كباب. عندنا خلاص. ناخد انا كباب. خلاص يبقى واحد كباب نص ولا كيلو نص؟ نص. وحمامتين محشي. حاضر. واعمل لك حبه سلطات. شو السلطات بقى؟ على كيفك انت. انا حاضر. طحت عامل والطحينه ما تنساهاش. مين يا فندم؟ الطحينه. لا يا فندم احنا عندنا احلى طحينه. الله يخليك. حاضر. انا هستاذن حضرتك بس الحساب 135 جنيه. الحساب اما ناكل بقى. ما حضرتك علشان تغيير شفت. حضرتك خلاص تغيير خلاص شفت 135 حضرتك تبقى جدير الشغل. الساعة الآن السادسة. البيت عايزاه كويس. هو كويس ولا البيت؟ احنا قلنا حاجة. طيب يعني انت موافقة؟ انا موافقة. في محيط حلو ولا ايه؟ مش عارف انا في ايه بالظبط. خد يا عمنا. اعجبك الطعام؟ نعم. اشكرك على اخلاقك يا ريس. ايضا يا ريس. نعم لذيذ بالفعل. لذيذ بالفعل. نعم. انت يا عمنا. شكرا على حسن اسلوبك. شكرا لك. انت يا ريس ما تيجي ترد علينا؟ تعالى هنا. اقعد انت بس يا موهبه. تعالى اقعد. ايه بس في اليوم اليوم المنيل ده؟ نرجو الهدوء. لماذا كل هذا الصراخ؟ انت عمالة سيدتي هذا مكان المحترم. ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ ايوه ده ايه بس احنا شايف دي اشكال غريبه بالشكل ده. هو في ايه؟ انت يا استاذ ما تيجي تكلمني يا عم. هنا كلمني يا عم. فين الاكل اللي احنا طلبناه؟ انه هاتف. هاتف؟ ايه ده؟ تفضل. انت يا استاذ تعالى اتكلم. تعالى تشوف الاكل اللي انت جايبه. انا لا افهم ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اريد؟
ده طالبين نص جايب ربع ما يجيش ربع كمان وحمامه واحده طالبين اتنين وفين السلطات والبتاع العيش ارجو من سيادتكم ان تتكلموا اللغه العربيه هو بعد ما شافوا ادوك كتاب يا استاذ ارجو من سيادتكم الالتزام بنظام البحث انت جننتني وضايقتني بصراحه انا انت خنقتني انه نظام حديث في جميع بلاد العالم يا استاذ انت واخد فلوس حق الاكل ده تجيبه لنا اللي احنا طالبينه اني اعترف انني قد اخذت منك المال طيب فين طلبات المال اللي انت اخذته اللي انت تكلم معي باللغه العربيه احنا ولا نعرف لغه عربيه احنا لا نعرف لغه عربيه ولا انت مش خدت فلوس تجيب لنا اكل من الفلوس خدتها هذا هو نظام المحل هنلاقي بتاع ايه ده روح عند لنا المدير بقى لنا حد اي حد تكلم معاه انا سيادتك الجنرال مانجر يا من ده ليه صعب المحل نتكلم معاه انا الجنرال الجنرال اوعى بس يا مهيبه بس لما تشوف اخرتها اوعى يا مهيبه بس في ايه اوعى لما تشوف اخرتها اني اتكلم معكم اللغه العربيه حول الله يا رب عربيه ولا انجليزيه يا عم احنا جمعنا فلوس تجيب لنا بيها اكل نعم اني احترم رايك اذا تكلمت معي باللغه العربيه فين الاكل اللي احنا طلبناه فين لو سمعتيني المعلم طالب حمامتين وانا طالبه نص كيلو كباب هو فين تكلمي معي باللغه العربيه سوف اكل لك بكل طلباتك ما بتعرفش تتكلم لغه عربيه احنا بنتكلم لغه عاميه يا ساده هنا نتكلم باي لغه تكلموا قولوا له مين يا اختي اللغه العربيه ولا الانجليزيه اسكت انت يا ام بنطلون محاز ولا في ايه بالظبط كوفي ايه يا ابو شعر اشفر كوفي عن هذا الصوت ايه كوفي وايه مش كوفي دوت ارجو الهدوء طب ممكن ما تدينا فلوسنا احنا عايزين فلوسنا يا عم اقعد انت يا ابو هيبه اقعد بس يا ابو هيبه اقعد انت يا ابو هيبه يا ابو هيبه بقى شاخد 140 جنيه ادينا فلوسنا انا لا استطيع عايزين فلوسنا ونمشي انا لا استطيع لانه كان تغيير شيفت احنا نعرف شيفت ولا نعرف بتاع ادينا فلوسنا ومش عايزين خد يا عم اكلك اهوت ومش عايزيننا عايزين فلوسنا يلا بقى ماشيين دخلنا المحل المنيل ببساطه يلا يا عم فلوسنا يا عم ببساطه قل لي اريد تكمله اللحم وحمامه سوف اتي صدق الكلام. انت راجل تخنق قل لي اعطيني بقيه اللحم وحمامه كله بقى وخلاص فلوسنا خلينا نمشي قل لي اعطيني بقيه اللحم وحمامه اعطيني بقيه اللحم وحمامه الآن السادسة ايه ده؟ انا في المطار هنا ولا ايه؟ لا عطب مصر في الوقت ايه ده ايه الحال؟ عربية بما احنا بنتكلم ايه؟ هندي يا جرسون يا استاذ احترموا هذا المكان نعم احترم ايه؟ هذا المكان يعني ايه احترم هذا المكان؟ معلش يعني انا محترم ايه احترم هذا المكان؟ اصمت ما تقول لي اخلص احسن وليش مالك انت بتكلمي ليه كده انت في ايه انت فين يا عم انت روح ارجو الهدوء اتفضل 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 ارجو الهدوء اتفضل ايه اللي بيحصل ده فين الاكل وبتاع خلينا نمشي من هنا في ايه اتفضل اتفضل ارجو ان تكونوا راضيين في ايه تعال انت يا استاذ تعال هنا اهوت في ايه نعم يا سيدي نعم يا سيدي فين بقيه الاكل فين الاكل انا طلبت اسكالوب بانيه اتنين وواحد فيليه جايب لي الفيليه بس وجايب لي رز انا ما طلبتش رز وبطاطس وايه اللي انت جايبه ده سأقضي لك كل شيء تقضي لي كل شيء؟ ولكن أرجوك حضرتك بتتكلم كده ليه؟ في ايه اتكلم؟ بص كلمني زي ما بكلمك عفوا التحدث باللغة العربية ايه التحدث باللغة العربية؟ أنا هتكلم بمزاجي مش هتحدث باللغة العربية بحدثها عربي ما بعرفش أتكلم عربي هذا المحل بعد الساعة السادسة يتكلم باللغة العربية بص لا سادسة ولا سابعة ولا تامنة ولا عشرة أنا ما بتكلمش عربي استني استني بس في ايه بالظبط؟ هذا هو نظام الشركة الأم الشركة الإيه؟ الأم لأم ولا أب؟ الأكل لو سمحت يرجع ويجيب لي فيليه ويجي لي اتنين اسكالوب بانيه انا دافع ثمن الاكل دهوت ارجو ان تكلمني باللغه العربيه مش ما بعرفش اتكلم لغه عربيه انا اساسا اخر الحضانه اتعلمت في حضانه بحبي احنا فين هنا في المطار هنا ولا في محطه مصر ولا في هل يوديك يعني هذا شكلك كده مش مالكش دعوه بيها كلمني انا انا تقولي ليه يا عم انت كلمني انا هنا انا يقال لي كلمني انا بقول لك انا شخصيتي الغريبه والله العظيم البتاع ده هتجف نفوخك كلمني انا ارجو ان تهدى مالكش دعوه بيها ليه معها عتاب ايه العتاب ايه تعرفها منين انت شطول عتاب هات لي صاحب المحل نعم انا صاحب المحل يلا كمان كمان صاحب المحل تكلم معايا اللغه العربيه مش هتكلم معاك عايز اتكلم لغه عربيه عاوز اتكلم لغه عربيه اعطيني غرزا وحنانا عندك مانع هو ده اللي عندي اللغه العربيه اللي اعرفه
هل هذا يرضيكي؟ يرضيني. يرضيك يا عمي. الله يا عم اقعد ساكت بقى، ارحمني بقى، ارحمني. احنا جايين درس هنا ولا ايه؟ ارحمني بقى، اديك قاعد في وشك بقى قصاك البرميز اللي انت لابسه ده. ابني غلط، ما تتكلمش اخطب وتفارق اساسا. انت لا تستطيع ان تفعل. لا اعرف. لا نعرف. ولا تستطيع. اعرف انت عايز ايه؟ ولا هي. اعرف. اعرف انت عايز ايه؟ هطلب لك فلوس اقفل لك ام المحل ده. هتطلب ماذا؟ البوليس. انت عايز ايه؟ انت شلت نصابين. انت لا تستطيع ان تطلب البوليس. نعم. لا اعرف. لان ليس معك تليفون محمول. معيش ايه؟ تليفون محمول. لا معلش ولا تيجي، بس ما سمعتش. بس تليفون محمول. ليس معك تليفون محمول. بقول لك اساسا بص، انت خنقتني وخنقت اهلي وخنقت، بص مش عارف اقول لك. اولا ما بحب ادي تفزلك. اسمع، ليس معك الجوال المحمول. ماشي. برافو. اسمع. برافو. برافو. ايه 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 ايه. ساعة الان السادسة. ايه ده؟ ايه ده سبتين؟ بس فاهم في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المكتوب ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه ده؟ كاتب لك عفوا يتحدث باللغه العربيه. يعني ايه باللغه العربيه؟ مش عارف انت بتتكلمي بايه؟ بأني لغه؟ ضع هذا هنا. سهرة سعيدة. ايه ده؟ احنا كنا مدينين اتنين اوضه. اتنين؟ كنا طالبين طلبين فراخ مشوية. فين حضرتك الطلب الاول والطلب التاني؟ أرجو من سيادتكم أن تتكلموا معي باللغة العربية. والله أنا بتكلم باللغة العربية. ماشي، ما فيش مشكلة، أنا عايز الطلب التاني. أنا أكل وهي لأ؟ نظام المحل هنا، إذا أردت أن تطلبي شيئا أو تصحيح خطأ تتكلمي باللغة العربية. طب أنا عايزة. أوكي طب ماشي، ما إحنا باللغة العربية. بقول لك لو سمحت عايزين الطلب التاني. هذه لغة عربية. نحن هنا نتكلم باللغة العربية. لا أنت ما تجبرنيش على طريقة أتكلم بيها. حضرتك هنا بعد الساعة السادسة نتكلم جميعا باللغة العربية. اوكي ماشي، دي حاجة بتاعتكم انتوا. احنا المحل هنا يتكلم باللغة الايه؟ باللغة العربية. بقول لكم ايه بقى، بلا عربي بلا فرنساوي بلا انجليزي. انا اتكلم الكلام اللي انا عارفاه. لو سمحت علشان ما نعملش مشكلة. كثيرا على صحة سيادتكم. ارجو ان تهدوا. مالكش دعوة بصحتها. مالكش دعوة بصحتها. احنا جايين علشان ناكل مش جايين نعيده. سيدتي هذا المكان يتكلم اللغه العربيه وهذا نظامه. سمحتي انا عمري ما شفت نظام زي كده. عمري ما شفت محل فيه نظام. ده نظام الام. هذا نظام. لو سمحت عايزين الطلب الثاني. انتظري قليلا سيدتي. طب لو سمحت انا وافلك اهو. تعالي شوف المحل الزفتي ده على دماغه النار اللي قاعدين فيه. خلاص فين الطلب الثاني لو سمحت؟ لقد تم حل المشكله. اجلسي سيادتي. اجلسي. مش هجلس الا لما اجيب لك. اجلسي سيادتي، اتحل الامر. اتفضل. اتحل ازاي؟ فين الطلب الثاني؟ الامر. الامر. الامر لا وحده. الحمد لله. ايوه اللي اتعادل معايا وظبط معايا. الاداره في الداخل قالوا لي لابد ان السيده تتكلم باللغه العربيه وناتي لها الطلب الاخر. لا ما اعرفش العربي. ما انا عارف اللي انا بتكلمه. لا 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 انتوا اسلوبكم كده فظيع. فين الاداره دي؟ فين الاداره؟ يا 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 خلاص يا حاجه. خلاص يا حاجه. خلاص 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 خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ساعدني بس بالكرسي ده على العربي. نعم. ساعدني لو سمحت بالكرسي ده على العربي. حاضر. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا ست انت؟ نعم. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ شايل كرسي. شايل ايه؟ شايل كرسي وعلى ست جات له فوق احط له فوق العربيه. يبقى انت كده انت حرامي. حرامي يا ست انت. ما عرفش اتكلم مين ولا ايه؟ دي حاجه طنط دودة. ايه يا اب الراجل ده مسكته وماسك الكرسي وبيعبي العربيه عشان وماشي بالعربيه. وعلى ست مالها؟ كانت واقفه جنب العربيه وقالت لو سمحت شيل الكرسي ده احطه بالعربيه. لا انت كنت عايز تتكلم اتكلم قدام كابتن ايهاب. كابتن ايهاب قدام. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع. واحده ست. كابتن ايهاب خلي بالك وركز معاه. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحده ست وليه كبيره. كابتن ايهاب خلي بالك مش عايزك تفوت ولا كلمه. احكي بقى. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحده ست
هو كل شويه شيت شيت شيت. ما خلينا اكلمه اعرف اكلمه. ايه ده بتقول يا حضرتك؟ ما انا كل ما اكلمه تشغليه مش هيسمع لي انا. مش سامعاك عشان انا ودني الشمال دي فيها تحلم. في ايه؟ كمل للكابتن لو تفرق. يا كابتن انا معدي في الشارع. ايهاب خليك بقى مركز. لسه هتقول للشاهاب. يا كابتن انا معدي. فلقيت الوليه دي نادت عليا قالت لو سمحت. مين دي اللي نادت؟ واحده ست. واحده ايه؟ واحده ست. نادت هتكمل الكابتن. واحده ست نادت عليا قالت لو سمحت يا ابني. هتركز ولا لا؟ ده لسه هتقول لكابتن ايهاب كابتن ايهاب انا وراي مصالح. طب انت مش حضرتك دلوقتي جايب عربيه وفيها السواق قاعد اهو. يا ست انا ما تمشي عربيات. امال السواق ده بيعمل ايه؟ انا مش عرفنا انا بتساليه يقول له بتعمل ايه؟ مش في سواق في العربية. خلصنا من الشغلانه دي. انا ما اتفقتش معاك ولا شفتكش. مش قلت لي 120 جنيه عشان 120 و130 جنيه يا عم انت. يلا يا عم الحاج خلص. يا عم انا ما شفتكش. ولا ارمي لك الحبش ده بره. ما ترميه انا مالي بيه. يا كابتن ايهاب مش عايزك تنفعل يا كابتن ايهاب عشان انا معدي في الشارع. أيوة. واحده ست جات لي لو سمحت يا ابني شيل الكرسي ده احطه فوق العربيه. ايه ده اللي حصل تاني؟ انا معدي في الشارع. انت معدي في الشارع؟ اه. وبعدين ويا ريتني ما عديت. وريتك مين؟ ما عديتش. ممكن انا اكلم ايهاب بتاعك ده وايهاب بتاعك يزعق لك عشان الصوت اتقفل. ايه ده في ايه يا ماما؟ ابني حبيبي بص ايدي يا ولد تعالى حبيبي ده ابني ده. اهلا وسهلا. احكي لفؤاد حضرتك. يا استاذ فؤاد انا معدي في الشارع. واحد كابتن فؤاد تركيز ها؟ معدي في الشارع وقالت لي لو سمحت شيل الكرسي وحطه فوق العربيه. ركز يا فؤاد. مركز فؤاد بس استنى علينا. انت مركز فين العزال؟ بقالنا 3 ساعات مستنيينك. عزال ايه يا جدع انت؟ العزال ده مش مستنيينك. احنا في بقالنا في البيت. مستنيني فين؟ مش متفق معانا انت؟ انا اتفقت معاك يا جدع. ايوه متفق معاك في بيتك. ايه ده؟ يعني انت متفق تبيع العزال بتاعي؟ يا ست عزال الله يخرب بيتكم وبيت عزالكم وبيت ايامكم والمجدله. ساعدني بس بالكرسي ده على العربيه لو سمحت. معلش حاضر من عين. ايه ده؟ ايه في يا حاج؟ ايه ده؟ ايه في؟ انت ايه؟ واخد الكرسي ورايح على فين؟ ما واخدش ده. انا واحدة ست كانت واقفة دلوقتي هنا وبتقول ساعدني لو سمحت حطه على العربية. قالتلك ايه؟ قالت لي لو سمحت حط الكرسي ده على العربية ساعدني. بس وانا انا اللي خدته؟ ادي الكرسي اهو. بس الحرام فشلته حضرتك. شلته فين؟ مش انت كنت شايل الكرسي دلوقتي؟ وانا ايه مشكلتي؟ يعني اعمل حاجة لوجه الله تطلع عليا بلا؟ الكرسي ده بتاعنا. ايه ده انت دود؟ الراجل ده اتفضل. ايه دود؟ الراجل ده فجأة انا اسمي دود. انت اسمك دود؟ انا مستغرب ليه؟ انا يا ست بقول لك واحدة واقفة هنا بتقول لي هات الكرسي لو سمحت ساعدني. أذنب؟ قالت لك ايه؟ قالت لي لو سمحت هات الكرسي ده ساعدني حطه على العربية. طيب. ايه اللي أذنبت فيه؟ ممكن حضرتك لو تكرمت بدون زعل تحكي كده للكابتن؟ يا كابتن ايوه احكي دلوقتي. واحدة ست كانت واقفة هنا. كابتن ركز معايا عشان كل كلمة من الكلام ده هيبقى معروفين. دلوقتي ما تكون واحدة ست كبيرة بتقول لك لو سمحت. ركز معايا كابتن. ايه بس 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 ايه شغلانتكم عاد؟ في ايه حضرتك؟ في ايه حمام؟ ايه هو اللي فيه؟ كل ما دي نكلم اروح كيلو تقول لي بس. ايه؟ ايه فيه؟ العزال بتاع دودة. ايه دودة دي؟ يا عم انت من نهارك ده يا عم الحاج. ايه في يا جدع؟ يلا يا عم شيل حبشك ولا هتدينا ال 120 جنيه. حبش يلا يخرب بيت سنينك السود. انت بعتها لي بقالك ساعتين. ايه اللي معطلك هتتبلوا عليه ولا ايه؟ انت مش متفق معايا ان انا اشيل لك الحبش ب 120 جنيه؟ 120 عفريت لما يركبوه. انت عارف العزال ده كل ذكريات بالنسبه لي. الكرسي ده اللي انت كنت شايله ده بتاع المرحوم جوزي. الله يرحمه ويسامحه. كان يقول لي تعالي نقعد على التابليه. واعملي لي ملوخيه، اعمل له ملوخيه، واحط له طبق صيني كبير قد كده مليان ملوخيه، يروح ماسك الرغيف كبير كده قطع نصين عامله ودنه قطه، واكل الطبق على معلقتين، طك طك ودنه قطه الاثنين، وروح ماسك الطبق وروح ضاربني في وشي بيه، كان بيحبني حب. الله يرحمه ويسامحه. انا وراي 100 شغله غيرك. طب احكي له احكي له. يا استاذ ايهاب يا ما تكون واحده واقفه وتقول لك لو سمحت شيل عني هاتك. ما بس دي ممكن اعرف يا كابتن ايه اللي عايز تعرفيه؟ ايه حكايه الست الواقفه دي؟ شكلها ايه يعني؟ واحده تخينه عامله زي الصومعه. عم تقول لي هات لو سمحت ما نساعدهاش لوجه الله. عامله زي الصومعه مين؟ الصومعه احدانا ببلدنا عم يقولوا على الصومعه صومعه. هتعزلي زعلانه ليه؟ فؤاد شفت يا فؤاد المصيبه يا فؤاد؟ ايوه انت هتعزلي حد زعلك؟ اعزل ايه؟ اصل انا واقف في البلكونه بقالي ساعتين وشفت الراجل ده عمال بيحاول في العفش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هم سرقوا العفش بتاعنا. سرقوا؟ انا سرقت عفش منكم؟ السواق يقولك ده وانت تقولك ده وايه حكايتكم معاي؟ الله
مش ده اللي شافوه الناس، مش هما بيقولوا الحقيقة؟ شافوا ايه اللي شافوه؟ شافوا الحقيقة وبيقولوها. حقيقتي يا ضلالية يا حوش. طب هقول لك على حاجة عشان أخلصك الموضوع ده. بعد إذنك احكي الحكاية لفؤاد. احكي نحكي له عن الأستاذ فؤاد تاني. طب يا أستاذ فؤاد. فؤاد ده مهم أوي. مهم أوي. يا أستاذ فؤاد دلوقتي ياما تكون واحدة واقفة. فؤاد. لا إله إلا الله. مركز معايا أوي. لانه بينط في الكلام. انا مركز معاه من ساعتين. ما في يا استاذ فؤاد يا ما تكون واحده واقفه دلوقتي وتقول يقطع بس وابو بس كل شويه بس بس لبخت دماغ ابوي كباتن هبط. ايه في ايه؟ يا نهار اسود وانت راجل ولا مره؟ ممكن لو سمحت بس تنقل تجيب لي الكرسي بس هنا على العربيه. لو سمحت تنقل لي الكرسي هنا على العربيه. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه في ايه ايه في ايه يلا ايه ده ايه ده ايه ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ بشيل الكرسي احطه على العربيه. بتشيل ايه؟ بشيل الكرسي احطه على العربيه. مين اللي اجرك تشيل حاجتي؟ واحده ست كانت واقفه هنا دلوقتي. فين هي دي؟ ما اعرفش. كانت واقفه جنب العربيه دلوقتي. كانت واقفه فين؟ عند العربيه هنا دلوقتي. وازاي انت تسمح لنفسك تشيل حاجتي كده من غير اذني؟ حاجتك مين يا ماما؟ انا ضد. انا كان في واحده واقفه هنا دلوقتي وبتقول لي لو سمحت شيل الكرسي بس ايدك معايا تشيل الكرسي وحطه على العربيه. واحده عرفتك كده؟ اه. انت دلوقتي في ايدك تهمه. انت سارق العجل بتاعي. ادي اهو. ايه ده؟ اعمل له ايه يعني؟ مش فاهمه. في ايه؟ انت ببساطه كده تاخد الحاجه بتاعت الناس؟ انا ما خدتش حاجه حد. انا معدي كده اهوت. واحده قالت لي لو سمحت. انت ايه؟ معدي كده. ايه ايه ده؟ مش سامعاك. انا معدي كده اهوت. واحده قالت لي لو سمحت حط الكرسي على تعالى حط الكرسي على العربيه. ممكن ممكن تعالي صوتك عشان انا ودني الشمال دي فيها طحلب. انا معدي من شويه. ايوه. واحده قالت لي لو سمحت. ايوه. تعالى احط نقول الكرسي ده نحطه على العربيه. هي ايه اللي قالت لي كده؟ اوعى اوعى يا ست انت. اوعى الحقني يا هاب. جيت الولد ده بياخد الحجاب بتاعي وبيحطه على العربيه. انا دلوقتي واحده معديه من هنا اهوت معدي انا من هنا اهو وقالت لي لو سمحت حط الكرسي على العربيه هنا. ركز معاه وهو بيحكي كل كلمه كل كلمة عشان تعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ أوه. انا معدي واحد. ركز معايا بقولك يا ست لو سمحت خلينا اتكلم معاه تبقى واضحة وتبقى فاهم انت ما تبقاش واقف كده بس. انا واحد انا واحد. وانا معدي دلوقتي. واحدة قالت لي لو سمحت شيل الكرة تعالى انا اقول الكرسي وحطه على العربية. يا خلي بالك من كلامه كله. مش عايزة كلمة تفوت. قالت لي احط الكرسي على العربيه. كابتن انت عاوز انت مش خلينا نتكلم يعني ولا ايه؟ عايز ايه؟ ما تخلينا اتكلم معاه. مش سامعاك. خلينا اتكلم معاه. مش سامع يا حبيبي. هو عاوز يفهم فيه ايه يعني؟ لما تحكي احكي له بالظبط. عايزك تحكي له بالظبط. طب لو سمحت استني عشان انا احكي له بالظبط. وانت ركز يا كابتن ركز في الحكايه بالظبط. اتفضل. انا جاي معدي كابتن ما تعملش كده وانت مش فاهم. وبعدين بقى في يومك الابيض كل كلمه تسمعها تفهمها. انت هتخليني اتكلم ولا اخد بعض وامشي؟ تمشي فين؟ همشي. وبسهوله كده هتلخبط وتمشي؟ طب لو سمحت خلينا اتكلم معاه. لو مين؟ لو سمحتي خلينا اتكلم معاه. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. انا معدي من شويه كده اهوت. واحده قالت لي لو سمحت. علي صوتك عشان اسمعك. واحده قالت لي لو سمحت انا أوت. عايز اسمعك انا كمان. انت بتقول ايه؟ هو انا اكلمك ولا اكلمه هو؟ بس برضه انا اسمع. انا عايز اسمع. اما انت سمعتي. الله يرحمك يا جوزك. الله يرحمك يا حبيبي. مش عارف انت بتعيطي ليه يعني. ليا ذكريات على كل كرسي من دول. انا جوزي كان يقعد على الكرسي ده ساعة العصاري ويقول لي اعملي لي كوباية ليمونات. اعملي كوباية ليمونات من اللي اشربها. وروح ضربني بكوباية في وشي. كان يعزني معزة. كان يحبني حب. هو كده كان بيعزك يعني؟ نعم. كان بيعزك يعني؟ ايوه. عايزك تحكي الصدق بالحرف الواحد. طب ما انا حكيته وهو سمعه. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي انا معدي من شويه. أيوه. وواحده ست شاورت لي. كابتن هتركز ولا ايه؟ ايوه. انت مش مركز؟ هو مركز. اتفضل. طب لو سمحت اتكلم معاه. اتفضل. انا جاي معدي. اخ يا ست انت خنقتيني. من ايه؟ انت خنقتيني. انت بتغلط فيا ليه يا ابني؟ انا هغلط فيك ايه؟ ما انت هتلبسيني جريمه على الصبح ولا ايه؟ انت عارف الكرسي ده اللي كان بيقعد عليه؟ محروقه بالكرسي واللي جاب الكرسي يا شيخه. مين اللي اتحرق؟ اليوم الاسود اللي عدينا لك فيه في الشارع. ايه يا عمي؟
في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه يا فؤاد؟ هتعزلي ليه؟ اعزل؟ الله، انا اقدر اسيب البيت اللي فيه ذكرياتي. انا شايفك بعيني وانت بتلم العفش وتحطه على العربيه. يعني هتقول لي شايفك بعينك اخرم لك عينك دي يا اخي ولا ايه؟ انا شايفك برضه وانت بتشيل الكرسي. يا ست انت ست كبيره وانا مش عارف اعمل معاكي حاجه. ايه ده؟ انتوا بقى امع الصبح. اه يا عم انت هو. في ايه؟ ايه في ايه يا مداه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ ايه هو اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بوتاجاز؟ انت مين يا ابني؟ مالك مستغرب ليه حد؟ مالك مستغربه على ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وقفص فراخ؟ في ايه حد تكلم دايجك ايه؟ مضايقني؟ انت مين؟ انا عبد الودود. عبد الودود مين؟ ما اعرفش حد اسمه عبد الودود. انا ما شفتكش قبل كده، جاي هنا ليه؟ انا رجليا هي اللي جابتني. انت مطبقيه؟ ايوه مطبقيه وتوم وفرشين قاعدين. في ايه؟ مطبقيه؟ ايوه مطبقيه. ايه ده؟ ايه ده؟ مالك حضرتك؟ مالك؟ ايه ها؟ في ايه حضرتك بتكسر الحاجة ليه؟ ايه اللي جايلك تقعد هنا؟ نعم؟ بتقولي ايه مش بقول ايه في ايه؟ انت 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 مجنون ولا اهبل ولا فيك ايه؟ احنا عملنا ايه غلط حضرتك؟ عملت ايه في ايه؟ ومين دي؟ ومين دول؟ دي المدام ودول ولادي حضرتك. انت تاخد حاجتك وتمشي من هنا. إيه؟ انت فاهم؟ انت هتضربي ولا ايه؟ امشي من هنا حضرتك. قوم. لا لا ما تقومش، العيال حرام نايمين. يعني ايه عيال حرام؟ نايمين حضرتك يا حبيبي. يا رافض يا ست انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا ما تحتكش بيه. استنى بس هفهم حضرتك. ده ايه ده يا رافض؟ ما تحتكش بيه لو سمحت يا ستي. وتوم يا ست خليك معانا، كلمني انا اهو. بترمي التوم الوليه دي مره. يا ماما بتعمل ايه؟ ما تمدش ايدك على الست. عيب ست. وانت خليك احترام يا بني ادم. وانت بتعمل ايه؟ استنى يا رافض. بص هي في كلمه واحده عايز اقولها. الاستك يبقى بلاستيك. استك يا راجل عبيط. انت تقول لي استك وبلاستيك؟ انا بكلمك بقول لك كلمه علشان نحل الموضوع. ايه استك ده بقى؟ افهم استك ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ ما تقوم يا وليه يا فشل. يا راجل رد عليا انا، كلمني انا. مفيش دعوه ببارتي حضرتك، انا بكلمك دلوقتي. اتكلم ماشي معاك. عايز تحل الموضوع؟ ايوه نحل الموضوع. مش عايزين حضرتك عشان ما يقلش ادبك. حل الموضوع وانت عينيك واعيه وفاهم. ايوه ثبتني بقى، عينيك واعيه. مفيش تسبيح. ماشي مفيش حاجه من الكلام اللي بقوله. بقول لك كلمتين تنتين. قول الكلمتين. الاستك يبقى بلاستيك. استك 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 بتعبط. استك ايه؟ ما انا بسالك. قول لي استك انت. انا ما انا ما اسالتك، انت بتستعبط. بلاش ده يا بيه. انا هكلم جوزي في الموبايل هيقطعك. الضفاير تتضفر تاني. جاك ضفره في دماغك. يعني في جار يتعمل فيه كده؟ انا هقطع ادم. هو كل واحد يقعد هنا بقى جار؟ انت بتستعبط. هخنق لك عيالك دي. تعمل ايه؟ هخنقهم لك زي العرسه كده. ايه ده؟ مش عارف مش حد اللي افترى ده. يا عم اللي افترى ده حضرتك، ممكن استاذنكم؟ ده عماله بتعمل في ملغي. انت ولا انت عبيطه تروخرا ليه؟ مالك تعمل ايه؟ لك بيها بقى تسيب حد. ده عايشه في الدور ولا بتعمل ملوخ؟ انت يا ست. طب ممكن سلك يا انت يا ست. ممكن سلك. سيب القرف ده. انا عاوز ابقى عليك تسابله لو سمحت. نعم. يا نهار اسود على الناس الباردة. لا لا استنى حضرتك، خلاص دي غلبانه بتسمع تتكلم بطيبه. معلقه سمنه. طب قول لي. طب هدي تخش على جوه. انزل سيبني انزل، ما تمنعنيش. طب ادوني الفرصه حضرتك. شكلهم صيا. شكلهم شكلهم صيا. ما لكيش دعوه. ايه بتاكلني؟ اديني فرصة حضرتك. اديني فرصة. هي بتعمل كده ليه؟ منى. منى منى استعبط. منى مش اسمها منى. انا مش محتار. انت مالك انت؟ ما تحترم نفسك. انا لا منى لا سيفت التمال. ما انت قلت لها منى قدامي. وانت مالك؟ هو اخويا. هو اخويا. قول لي عايز. طيب ما انا بقول لك يا منى وما قلتش حاجة وحشة. انت جايب البرود ده منين؟ انا عايز افهم يعني البرود ده معجون ازاي ده؟ ولا انت فيه ايه؟ انا مش عايزك كل شوية تخبط فيا. ما انت راجل مش محترم. انا مش محترم؟ ايوه مش محترم. انا هنزل لك يا منى. فيلو بتزعق. ايه رايك بقى؟ خليها تهزقك. هو الاستك يبقى بلاستيك حضرتك. تاني هتقول لي استك؟ تاني هتقول لي استك؟ انت مجنون. انت لا فاهم دي ولا دي. انا بشويش بشويش يا منى. استنى بقول لك ايه. بقول لك ايه. امشي من هنا حضرتك. امشي من حضرتك. مفيش دعوه بيا. امشي يا اخي بقى. انا ابراهيم نصر. انا ابراهيم نصر يا حاجه. يا منى منى منى. انا ابراهيم نصر يا منى. ابراهيم نصر عجنت صباح. انا ابراهيم نصر يا منى. انا ابراهيم نصر يا منى. يا منى يعني يا منى يا منى. تعبله ده في ايه يا مدام؟ مدام ايه وزفت ايه؟ انا عارف ان انت مالك حضرتك. انا عارف ان انت عامل ده. انا عامل ايه؟ ايه عامل؟ عاملك اسود. ايه
ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده استنى جاي انت مين؟ انا عبو ودود. عبو ودود مين وزفت مين؟ عبو ودود حضرتك بقلت لك عبو ودود حبيبي. عبو ودود مين؟ وبنسبة قاعد هنا. استنى الحاجات دي كلها. استنى استنى بتصحي الولاد ليه؟ يلا يا بكر. بتصحي الولاد ليه؟ يلا يا ست انت. يلا الحاجة دي انتبهها. انت مجنون ولا جاي دلوقتي ولا مجنون؟ يلا. يلا من هنا. ايه ده ايه ده؟ دلوقتي انت يا سعاد انا زعلان منك. امال اقول لك ايه؟ اخرس. يا راجل. اخرس ايه؟ اخرس. استنى. لا يا سعاد زعلان منك. كلمني عشان تقولي لي عشان تقولي لي انت ما تقدرش تقعد هنا معانا سنه ما تتكلمش مع سعاد يعني عشان ما تتكلمش مع سعاد بتقول لي ما تقعدش سنه اقول لك ايه ده انا بجيب جارك يا راجل ليه هتقعد هنا تعمل ايه ابني شقه واقعد بقى ابني فين هنا قدامي طيب عندي حل يا بيه انت والغلال دي هقول لك على حل هنعمل دروه كده دروه هنا قدام الباب كده بقى ان شاء الله ولا ايه لا نعمل دروه كده مجنون يلا يا باي في ايه انت مجنون يلا عايز تضرب اضربك يعني عايز ايه بالظبط تضربني اضربك اتفضل يا بيه اضربك يعني احنا خدامين اضربك تضربيني يا ست خلاص انت مش عارف مش عيب مش عيب أفلام مش عيب مش عيب حد اضربك بقى تعمل كده يلا امشي تعمل كده يلا غرفه ده عيب ولا مش عيب لا مش عيب يلا خلاص انت شكرين خلاص يلا شكرين بقول لك يلا ايه يلا يا ست انت ما تجربش المرض يلا يا ست ما تجرب لها يلا ما تجربش عشان ما بوصلكش الدنيا ما تجربش المرض يلا يلا بقول لك بقول لك عزال يلا عزال ايه يا زفت الطين انت في ايه زهقتنا انا بقول لك انا بجيت جارك حضرتك حول الله انا جارك جاري ازاي يعني مش الحيط في الحيط اهو ايه الحيط في الحيط يعني مين اللي دجى حينك تكون هنا الحيط في الحيط ايه انا قعدت جنبيك وبقيت ايه ايه ليه قعدت جنبيك انت مجنون هعمل دروه كده حوالين البلكونه لغايه فوق دروه هتقفل علينا يا عم عايز ايه يا عم هعمل دروه يا عم عايز دروه هتعمل دروه ايه اعمل دروه كده سد الهوا علينا يعني يا مجنون انت اسد ايه يا هبل اسد انا الهوا طب بلاش بلاش خلاص اقعد انتوا بره في الهوا وانا اقعد جوه عايز انا بره وتقعد انت جوه هو احنا طايقينك بره لما نخش جوه بيت ابن المجنون يا ستي اعمل ايه طيب طب انا عليك راجل مهفوق انا عايز اريح انا عايز اريح ريحك ربنا يا اخي الغرفه دي خدك ربنا سعاد انت عايز ايه سعاد في عينك يا سعاد عايز ايه عايز يا سعاد عايز خلاص ما تقعدش يا سعاد استنى استنى مش انت اسمك سعاد لا انا اسمي الزيت يلا يا ست انت مش هتقوم الا باسمك امشي يا حاج بص يا بيه مش هتقوم بص مش عايز تفتح دماغك ابعد عني بس اتكلم وانت بعيد يا بيه انت بس خشف فيك جنبي خالص بس خشف فيك اضربني يا بيه موال مش جنبي يا بيه انت كبله يا بيه في ايه يا بيه عايز ايه تاني ثانيه واحده عايز ايه مرحبا عايز ايه اهلا اهلا ايه ده يا صالح ايه ده ايه ده ايه ده صالح اخوي سلم على جاره صالح ايه وزفت ايه صالح ايه وزفت ايه انت كمان ابعد سلم يا بنت على ايه ده دي جاره ايه ده ايه ده ده يا متخلف انت هم جايين يقعدوا معايا ياخدوا شهر العسل يدوا فين شهر العسل هنا يدوا فين هنا هنا هو. هنا فين في الحته يلا. دي في الحته دي ايوه جنبي شويه شمسي هنا وتقعدوا تقضوا الصيف بتاعكم يلا يا بابا يلا